بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي في قناتكم قناه الاهلي. النهارده بدايه مباراه الدوري العام، واللي هيكون مباراه مهمه جدا كعاده مباراه النادي الاهلي، مباراه النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي في افتتاح الدوري الممتاز للموسم الجديد. كل سنه وحضراتكم طيبين في النسخه رقم 63 للدوري الممتاز، البطوله المفضله للنادي الاهلي والمحبوبه عند جماهيره في كل مكان. عارفين دايما احنا بنحب البطوله دي قوي، لانها البطوله دي اللي بتوصلنا لكل البطولات القاريه اللي احنا واخدين منها 10 بطولات لحد دلوقتي في ابطال الدوري. البطوله دي اصلا النادي الاهلي واخدها 42 مره، وبقيه الانديه مجتمعه واخدها 20 مره، 6 انديه واخدينها 20 مره، النادي الاهلي 42 مره. بطوله غاليه علينا جدا، وهي بطوله النفس الطويل، والاهلي دايما ان شاء الله يبقى هو صاحب النفس الطويل وهو المتوج دائما بالبطولات. الدوري اللي جاي ان شاء الله باذن الله، او اللي احنا فيه ده واضح من بدايه المسابقه، هو بدا من يومين، واضح ان هو هيبقى فيه صعوبه كبيره قوي، هيبقى فيه منافسه، مفيش حد سهل، كل الانديه دعمت، كل الانديه صرفت، كل الانديه عندها طموح، لا كل واحد عنده هدف، اللي عايز ينافس، اللي عايز يبقى في الاربعه الاوائل، اللي عايز يبقى في وسط الجدول، اللي عايز ما ينزلش، بس كل الفرق دعمت وكل الفرق صرفت. عشان كده السنه دي هتبقى سنه صعبه جدا جدا جدا، زائد ان هي اصلا سنه صعبه عشان فيها ارتباطات كتير على كافه المستويات، سواء الدوليه للمنتخبات او الدوليه للانديه، كان نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي بيراميدز، نادي المصري. فالسنه من بدايتها صعبه جدا جدا جدا، وشفنا حضراتكم في اليومين اللي فاتوا المباريات بادئه كانك انت بتتكلم مثلا على الاسبوع العاشر او الاسبوع ال11، لا ده الاسبوع الاول، اسبوع مليء بالاهداف، حافل بالاثاره والنديه. الحمد لله رب العالمين، احنا كاهلاويه بنحب دايما التحديات، يعني احنا ما بنحبش دايما ناخد الحاجات السهله، احنا بنحب دايما ان احنا الحاجات اللي فيها صعوبات، الحاجات اللي هي مش على المستوى المحلي بس، المستوى الافريقي والمستوى الدولي اللي هو العالمي، احنا بنحب الحاجات دي قوي قوي. والنادي الاهلي صاحب الارقام القياسيه في كل شيء، سواء محليا افريقيا او عالميا. النادي الاهلي البطوله دي مهمه جدا جدا جدا، وعايز اقول مش رساله، ولكن عايز اقول حاجه للجهاز الفني ولاعبتنا. السنه دي النقطه غاليه جدا، النقطه لازم نموت نفسنا عليها. السنه دي صعب ان احنا نضيع مننا نقطه في اي ماتش، وانت في الماتش خلي بالك بتضيع نقطتين لو تعادلت، لا قدر الله هزيمه، لا قدر الله مفيش حاجه خالص. السنه دي غير، انا كمان من رؤيتي للي حصل شايف ان في ناس دفع كتير، صرفه كتير، الادارات بتاعتها بتبقى عايزه مردود بسرعه، يعني مثلا بعد الاسبوع الاول، بعد الاسبوع الثاني، بعد الاسبوع الثالث، في ناس ما بتستناش. عشان كده انا تخيلي او تصوري ان في تغييرات قريب شويه، يعني مثلا على الاسبوع الرابع، على الاسبوع الخامس هتلاقي تغييرات في صفوف المدربين، انا متاكد من كده. ولكن احنا خلينا في نفسنا، احنا النادي الاهلي بيبحث عن اللقب اللي احنا افتقدناه السنه اللي فاتت، لقب المفضل ليه نادي الاهلي 42 مره. ان شاء الله ان شاء الله بعون الله السنه دي تبقى ال 43، وتكون البدايه من مباراه اليوم. تعالوا نروح نشوف تقرير عن النادي الاهلي صاحب الارقام القياسيه في الدوري، ونرجع لحضراتكم مره اخرى. سطر الأهلي تاريخا مشرفا في بطولات الدوري المصري على مدار سنوات طوال وأجيال وراء الأخرى، صنعت المجد ليبقى المارد الأحمر العلامة الفريدة من نوعها في المسابقة الأقوى والأكبر في مصر على مستوى كرة القدم. الأهلي كان وسيظل الأكثر تتويجا ببطولة الدوري المصري على مدار التاريخ، حيث نجح في تحقيق اللقب المحبب لدى جماهيره الوفية 42 مرة من أصل 62 بطولة، بينما اكتفت كل فرق الدوري على مدار تاريخه في التتويج ب20 بطولة فقط
بواقع 13 بطولة للزمالك وثلاث للإسماعيلي ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب، غزل المحلة، الترسانة والأولمبي. وبخلاف التتويج باللقب فإن الشياطين الحمر يملكون رقما قياسيا آخر، وهو الحصول على 89 نقطة في موسم واحد خلال موسم 2019-2020، كما أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في أكبر عدد من الأهداف يسجله فريق في موسم واحد برصيد 75 هدفا في موسم 2017-2018. ويأتي الأهلي في مقدمة مسجلي الأهداف ببطولة الدوري على مدار تاريخه بواقع 2829 هدفا، فيما كان المارد الأحمر أكثر الفرق تحقيقا للفوز في مباريات الدوري، حيث نجح في الانتصار خلال 1067 مباراة، كما أن الأهلي أكثر الفرق حصدا للقب الدوري دون أن يتلقى أي خسارة، كان آخرها موسم 2016-2017 عندما خاض 34 جولة، فاز في 25 مباراة وتعادل في 9 مباريات ولم يخسر. بجانب أن الأهلي هو أكثر فريق تحقيقا للانتصارات في موسم واحد، حيث نجح في تحقيق 28 انتصارا خلال موسمي 2017-2018 و2019-2020. ويحتفظ الأهلي بأطول فترة دون هزيمة في تاريخ المسابقة لمدة 71 مباراة خلال الفترة من 19 من مايو 2004 وحتى يناير 2007، كما أنه صاحب أكبر فارق في النقاط بين البطل والوصيف، وحدث ذلك في موسم 2004-2005 حين بلغ 31 نقطة لصالح الأهلي البطل عن إمبي الوصيف. ويعد أبناء الرداء الأحمر هم الأكثر تحقيقا للقب الدوري بشكل متتالي، حيث إنهم الفريق الوحيد الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية فأكثر، وينافس الأهلي نفسه في هذا الأمر بعدما تمكن من تحقيق اللقب 9 مواسم متتالية عندما هيمن على لقب البطولة لحظة انطلاقها عام 1948 وحتى مطلع الستينيات، وعاد الأهلي في حقبة التسعينيات وفاز بدرع الدوري 7 مواسم متتالية. وفي الألفية الجديدة نجح الأهلي في تحقيق اللقب 8 مواسم متتالية، واحتفظ صالح سليم لاعب الأهلي ورئيسه الأسبق بكونه اللاعب الوحيد الذي تمكن من تسجيل 7 أهداف في مباراة واحدة خلال لقاء الأهلي والإسماعيلي موسم 57-58. كتيبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تبدأ اليوم رحلة الحصول على اللقب رقم 43 في تاريخ النادي، وسط تحد كبير لإمكانية أن يواصل الأهلي كسر أرقامه القياسية التي حققها على مدار السنوات الماضية. طبعا تقرير جميل، والتقرير اللي شفناه دوت بيلخص جزء بس من الارقام القياسيه لملك البطولات المارد الاحمر النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي عايز ساعات وساعات ويمكن ايام علشان نتكلم على انجازات النادي الاهلي وارقام القياسيه اللي بيحققها النادي الاهلي. عايزه كتب، عايزه مجلدات، عايزه وقت كبير جدا تحكي عن النادي الاهلي، ارقامه، بطولاته، واكيد جماهيره العاشقه للكيان دائما بتبحث وتعرف تاريخ ناديها اللي بتفتخر بيه في كل مكان. النسخه الجديده زي ما قلت لحضراتكم من الدوري انطلقت من يومين، وكلنا متفائلين على فكره، يعني من بدايه الموسم انا بحب دايما ابقى متفائل، وجمهور الاهلي كله متفائل. كان في اخطاء السنه اللي فاتت، الكل الفتره دي بيعمل على تصحيح الاخطاء في المنظومه، في رابطه انديه عندنا ثقه كبيره جدا فيها ان هي جايه للتصحيح. شفنا اختلاف في التنظيم، شفنا اختلاف في الملاعب، شفنا اختلاف في التصوير، وخلينا اقف عند التصوير والنقل التلفزيوني، احنا شايفين تطوير عشان بس ناس بتتكلم ان التصوير لا مش هو ده، لا التصوير مختلف عن السنه اللي فاتت، في ايجابيه عن السنه اللي فاتت. كل تطوير على فكره بيحصل بيبقى محتاج امكانيات ماديه، امكانيات بشريه، ودي موجوده.
الامكانيات البشريه نصبر عليها شويه، بتبقى محتاجه تدريب شويه، بتبقى محتاجه دعم، محتاج تاني التطوير بيبقى محتاج مجهود ومحتاج وقت، لكن البدايه اتعملت. اللي جاي احسن ان شاء الله، واحنا نتمنى المزيد باذن الله رب العالمين. ولكن خلينا اتكلم على حاجه معينه بقى انا كان نفسي ما اتكلمش فيها النهارده. احنا لسه في بدايه الموسم، لسه في بدايه الموسم، يعني المفروض من البدايه كله يبقى مركز، كله نسبه تركيزه عاليه جدا، لانه موسم صعب زي ما قلت لحضراتكم. هتكلم على نقطه التحكيم. التحكيم الحكم زي اللعيب بالظبط. انا اتمنى السنه دي ان التحكيم كمان يتم تطويره والظهور بصوره جيده اللي احنا بنحلم بيها. مش بنقول من غير اخطاء، لا، الاخطاء وارده في كل حاجه، الاخطاء وارده في كل حاجه مش في كره القدم بس، لكن في اخطاء ممكن نتقبلها وفي اخطاء صعب نتقبلها، خصوصا لو كانت مكرره. يعني احنا شفنا في الاسبوع الاول، شفنا مثلا من يومين اتحاد وسموحه مباراه فيها بعض الاخطاء، شفنا امبارح الزمالك وانبي مباراه مليئه بالاخطاء، ولكن الاخطاء كانت امبارح في اتجاه واحد. ما بقولش مبرر وما بقولش حاجه خالص على نادي معين لصالح نادي تاني على حساب نادي تاني، لا، انا بتكلم على حقيقه حصلت امبارح في المباراه من ضمن المباريات اللي هي مباراه الزمالك وانبي. بتكلم على حاجه حصلت في نادي ماتش نادي الاتحاد ونادي سموحه. طبعا نادي الاتحاد عمل انجاز كبير جدا 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 بالرجوع من 4-1 ل 4-4، انما انا بتكلم على التحكيم نفسه. التحكيم نفسه من البدايه، مش عايزين نقول بقى بدايه القصيده، مش عايز اكمل، لكن ضربه جزاء وهميه خياليه اتحسبت امبارح، انا ما اعرفش. عايز اتكلم على حته التحكيم، ان الحكم زيه زي اللعيب. اتكلم بس حضراتكم على شخصيه الحكم. شخصيه الحكم زي بالظبط، اقول لكم ايه، في لعيب يقدر يلعب تحت ضغوط، وفي حكم يقدر يلعب تحت ضغوط، وفي لعيب وفي حكم ما يقدرش يلعب تحت ضغوط، ما يقدرش يستحمل الضغوط دي. خلي بالكم بعض الحكام عندنا في الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم شخصياتهم ضعيفة جدا جدا جدا، وبيتأثروا بأي ضغوط، ودي بتأثر على قراراتهم في الملعب، وده شفناه من أول أسبوع. احنا شفناه، خلي بال حضراتكم الكلام ده مكرر من السنة اللي فاتت. أنا دلوقتي شايف إن في حكم ممكن يبقى كويس، ولكن في عيوب في الشخصية شوية، أديله ماشي، أنا أديله وأساعده وأقف جنبه، بس أديله ماتشات معينة زي اللعيب بالظبط. أنا عندي لعيب شايف إن هو هيجي منه، بس هو مش يعني تحت ضغوط ما بيديش مستواه، فأنا أبتدي واحدة واحدة وأقف جنبه بس ما يحكمليش ماتشات مهمة، ما يحكمليش ماتشات لنادي الزمالك، ما يحكمليش ماتشات للنادي الأهلي. الشخصية بتفرق مع الحكم. لما الكابتن عصام عبد الفتاح مسك رئاسة لجنة الحكام وعد بحاجات كتير جدا، واحنا واثقين فيه جدا جدا جدا، واثقين ان هو مع التطوير، وان هو هيصحح الخلافات الاخطاء اللي حصلت السنة اللي فاتت. لكن احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، في اول اسبوع لقينا نفس الاخطاء، ومنهم اخطاء لنفس النادي. وفي اقول لكم تاني، يعني برضه الاسطوانه دي او الكلام دوت مكرر، اللي موجود كمان امبارح في غرفه الفار، وما ادراك ما غرفه الفار، ابن مسؤول لجنه التحكيم حسام عزب حجاج. طب هو في ايه؟ يعني نقفل من دلوقتي وكده الموسم ظهر؟ لا، مش احنا اولا احنا من السنه اللي فاتت شفنا الأخطاء التحكيمية، ولكن إحنا برضو مع التحكيم المصري ومع الحكام المصريين وبنساندهم، وإحنا عايزين التصحيح، عايزين الأحسن، عايزين الأخطاء اللي حصلت السنة اللي فاتت ما تحصلش السنة دي. ده حتى امبارح في ماتش الزمالك وإنبي، رمز من رموز نادي الزمالك كابتن حلمي طولان، الراجل فاض بيه الكيل، لأنه تعرض في المباراة لظلم لصالح المنافس. يعني السنة اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم، لو رجعنا بالذاكرة لورا كده، فاكرين ماتشين الموسم اللي فاتوا، الموسم اللي فات لما برضو التحكيم كان فيه أخطاء رهيبة في ماتش الزمالك، ماتشين الزمالك وإنبي، وكان فيه ظلم باين لإنبي. لسه بداية الموسم السنة دي الزمالك وإنبي حصل نفس الكلام. خلي بالكم مش أنا اللي بقول،
اللي قال ابن من ابناء نادي الزمالك كابتن حلمي طولان، قال الموسم ده هو اللي قال لسه في اول اسبوع ده امتداد للموسم اللي فات. في ايه؟ في ايه يا كابتن حلمي؟ قال لك في اخطاء الحكام، ركلات جزاء وهميه من وحي الخيال، وتغاضي عن اخطاء لمصلحه فريقه، يعني واضحه للناس كلها. يمكن حضراتكم شفتوا، لكن اللي حصل امبارح يعني لا يبشر بخير. اللي قال كده كابتن حلمي اللي تعرض فريقه لظلم واضح في مباراه الامس. احنا عايزين كنادي اهلي حاجه واحده بس، العداله بس، سواء ليا او عليا، يعني ليا او عليا. افرض النادي الاهلي عليه بنالتي، احسب البنالتي بس لو صحيحه. ليا بنالتي، اديني البنالتي بتاعتي. مش لكل الانديه، انا ما بقولش على الاهلي بس، انا بتكلم على العداله لجميع الانديه. احنا متاملين خير من بدايه الموسم، ولكن اللي احنا شفناه امبارح ده لا يبشر بخير بالنسبه للتحكيم. احنا كاهلاويه بنقول لاي حكم احنا لو علينا خطا احسبه، ولو لينا خطا ادينا حقنا. احنا مش محتاجين الا العداله والحق. نسيب بقى كل الملفات دي ونروح لماتش النهارده اللي هي بدايه مشوار النادي الاهلي لاستعاده البطوله المحببه لجماهيره. قبل ما نتكلم فيها تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح ونعرف منه اخر استعدادات واخر التجهيزات ايه قبل انطلاق المباراه. اتفضل يا فاروق. كل الشكر ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من الاسكندريه. واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الاسماعيلي في ضربه البدايه للنادي الاهلي ومشواره في بطوله الدوري بملاقاه فريق الاسماعيلي في المباراه اللي هتقام على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعه 8 بتوقيت القاهره. عايز اقول لك استعدادات النادي الاهلي حاله من التركيز، حاله من الجديه بتفرض نفسها على فريق النادي الاهلي منذ نهايه مباراه الاهلي امام الحرس الوطني وفوز النادي الاهلي على فريق الحرس الوطني بسته اهداف مقابل هدف وصعود الاهلي الى دور المجموعات، ارتفاع في الروح المعنويه للاعبين، تركيز كبير جدا ما بين لاعبي النادي الاهلي ومستر بيتسو موسيماني على ضروره البدايات، استغلال البدايات، خاصه ان البدايه النهارده امام فريق كبير هو فريق الاسماعيلي. اتمنى طبعا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. بالامس كان ادى فريق النادي الاهلي مرانه الاخير على ملعب مختار التتش، ثم مستر بيتسو موسيماني اعلن القائمه اللي بتضم 21 لاعب متجها الى الاسكندريه للمبيت باحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه. النهارده يوم فريق النادي الاهلي يا كابتن ايمن، كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10، ثم وجبه الغداء في تمام الساعة الثانية ظهرا، ثم عقب وجبة الغداء كان في محاضرة جمعت ما بين مستر بيتسو موسيماني واللاعبين. طبعا اتكلم على أهمية المباراة وأهمية استغلال البدايات وحذر من فريق الإسماعيلي، ثم كانت في محاضرة أخرى لمستر بيتسو موسيماني في تمام الساعة 4:15، اتكلم أيضا مع اللاعبين على أهمية المباراة وأهمية استغلال البداية أمام فريق وخصم كبير زي فريق الإسماعيلي. طبعا عرض بعض يعني لقطات الفيديو لفريق الإسماعيلي، المباراة اللي جمعت ما بين الأهلي والإسماعيلي، المباراة الأخيرة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وطبعا عرض يعني بعض اللقطات الفيديو في المباراة الأخيرة لفريق الأهلي أمام الحرس الوطني، اتكلم على أسلوب اللعب اللي هيلعب بيه فريق النادي الاهلي امام فريق الاسماعيلي وضروره استغلال الكرات الثابته، نبه على اللاعبين على ضروره استغلال البدايه ان انا يعني اجيب هدف او اثنين في اول 10 دقائق من اللقاء بيسهلوا اللقاء بالنسبه للنادي الاهلي. في تركيز في جديه جدا عند لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي اتعهدت عدم التفريط في اي نقطه من بدايه الدوري. ان شاء الله النادي الاهلي قادر يستعيد لقب الدوري اللي فقده الموسم الماضي. عايز اقول لك ان النهارده طاقم تحكيم هيكون لاداره هذا اللقاء بقياده الكابتن محمد عادل، هيعاونوا احمد توفيق الطلب ويوسف البساطي والحكم الرابع محمود وفا، واثنين على تقنيه الفار احمد الغندور ومحمد التابعي. النهارده طبعا هيكون الظهور الاول للنادي الاهلي بالزي الجديد الرداء الجديد النادي بالرداء الاحمر، بينما نادي الاسماعيلي ايضا هيكون بالرداء الاصفر. من خلال لحظات هيتجه الفريق الى استاد الجيش ببرج العرب اللي هيستضيف احداث اللقاء، وبالمناسبه هو بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 15 دقيقه. اقدر اقول لك ان درجه الحراره هنا اكثر من رائعه، ان شاء الله يعني تبشر ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه قويه جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قادرين النهارده انها تكون ضربه البدايه بفوز على فريق الاسماعيلي، وتكون بدايه ان شاء الله لبطوله الدوري في هذا الموسم باذن الله. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من هنا كابتن ايمن. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي.
شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، طمنا منه طبعا على الاجواء هناك، وطمنا منه على استعدادات النادي الاهلي وجاهزيه اللعيبه. وعلى عايز على فكره على ذكر مباراه الاهلي والاسماعيلي، احنا كنا بنلعب زمان، ومتهيألي كل الاجيال كانت بتحب دايما او تستنى دايما ماتشات الاهلي والاسماعيلي. ماتشات الاهلي والاسماعيلي بيبقى فيها كوره حلوه قوي، بيبقى اللعب مفتوح، ما فيهاش ضغوط، بتقدر تطلع اللي انت عايزه، بتقدر تبدع، بتقدر تبتكر. واحنا معانا على الشاشه بعض من لقطات كمان قبل المباراه، يمكن الجديه هتشوفوها دلوقتي حضراتكم واضحه على وجوه الجميع، يعني سواء لعيبه او اجهزه فنيه او حتى جهاز اداري او طبي، هتلاقي ان الجديه واضحه من البدايه. الجديه واضحه لان دي عاده المسؤولين في النادي الاهلي في اي بطوله. السنه دي بطوله مش عايز اقول الكل بينتظرها، ولكن احنا فعلا كلنا بننتظرها، كلنا بننتظرها علشان اللي حصل السنه اللي فاتت، عشان احنا السنه دي عايزين البطوله دي باي طريقه شرعيه، باي طريقه شرعيه، مش طريقه غير شرعيه، مش طريقه غير شرعيه. احنا جاهزين البطولة ان شاء الله، ده هيبان من النهارده. اللعيبه كلها تصميم وكلها تركيز، والجهاز الفني طبعا، ان البطوله دي ان شاء الله يحسموها من البدايه. البدايه هتكون النهارده، يمكن ناس كتير جدا النهارده كمان متشوقه انها تشوف بعض الصفقات الجديده او بعض العناصر الجديده اللي انا متوقع ان هيكون ليها دور النهارده. يعني انا على يمكن المستوى الفني اعتقد ان ممكن النهارده يكون من البدايه في حد ليه دور، او على الاقل لعيب او اتنين لعيبه يكونوا متواجدين في التشكيل الاساسي. ولكن انا عايز حضراتكم تبصوا معايا على الجديه والتركيز، ان اللعيبه ان شاء الله باذن الله، لان النهارده هنقول ايه بقى، الجمهور كله بيقول لك احنا السنه دي مفيش اعذار، كل حاجه تمام، غطيت لو كان في نواقص غطيت النواقص، في حاجات تدعيمات انت جبتها، يبقى احنا ان شاء الله مركزين في الملعب، وكل الجمهور وراكو كعادة جماهير النادي الاهلي، كل جمهور وراكو لاستعادة لقب بطولة الدوري العام، اللقب المفضل للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العظيمة. تعالوا نروح مع بعض الفاصل، ونرجع بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، اهلا وسهلا بحضرتك كابتن، مشرفنا. اهلا بيك كابتن ايمن، اهلا بيك، وكل سنه وانت طيب، وبدايه جديده ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن علاء ميهوب، مشرفنا كابتن، اهلا بيك ايمن. كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا كابتن ايمن، اهلا وسهلا كابتن، اهلا بيك. كابتن احمد بلال، كل سنه وانت طيب يا كابتن، كابتن ايمن ربنا يخليك، وبدايه موفقه يا رب ان شاء الله وسعيده كده باذن الله رب العالمين ان شاء الله. خلينا نتكلم في البدايه، النهارده عيد ميلاد ثلاثة من نجوم النادي الأهلي. نبدأ بنجم من نجوم النادي الأهلي، يمكن كتير من الجماهير ما تعرفوش، ولكن هو نجم على مستوى عالي جدا جدا جدا، كان من الكفاءة الفنية، نجم على المستوى الشخصي، هو تقدر تقول أنه نجم فعلا، كان كابتن منتخب مصر وكان كابتن أفريقيا، الكابتن هاني مصطفى. كابتن شريف، يمكن حضرتك من الناس اللي عشرت الكابتن هاني وتعرفه عن قرب، يمكن انت والكابتن علاء ميهوب والمجموعه الكبيره، انا كمان والكابتن عادل عبد الرحمن. طبعا طبعا، كل سنه وهو طيب وبالف صحه يا رب. كابتن هاني، انا دخلت اول ما دخلت النادي كان كابتن هاني موجود من اللاعبين اللي موجودين، يمكن كان في اخر موسم او اتنين ليه بالنسبه له، مع كابتن انور سلامه، كابتن صلاح حسني، كابتن عصام عبد المنعم حارس مرمى. كان الوقت ده اللي اعتقد ان كابتن صلاح حسين كان برضو مدير كوره فيه في نفس الوقت، فعصرت طبعا كابتن هاني، وكان لي حوارات كتير قوي مع الناشئين اللي هو احنا في السن ده، وتطرقت الامور معاه، واشتغل معانا في الجهاز بعد كده، مظبوط، في جهاز النادي الاهلي. فكان شخصيه زي ما انت قلت عظيمه جدا، اخلاقيا ولعبا وكل شيء، نجم حتى في جامعه الدول العربيه، كان ليه باع كبير واشتغل هناك. فبالنسبه لنا هو كان اخ واب، ولحد دلوقتي بندعي له بالصحه والسلامه باذن الله يا رب. يا رب كل سنه وهو بألف خير يا رب. يا رب.
كابتن علاء، يمكن الكابتن هاني كان فتره من فترات الاب الروحي بالنسبه لك. دي حقيقه، يعني كابتن انا قضيت معاه كل الفترات اللي هو كان موجود فيها. طبعا بدايه كان مدرب بتاع في ناشئين النادي الاهلي ومدرب منتخب مصر ناشئين، وكان اول منتخب يوصل كاس عالم كان مع كابتن هاني مصطفى. مستوى الشخص شخصيه جميله جدا وحبوب جدا، وكنا دايما بنحب نتكلم معاه ونحب، كان دايما حتى في المعسكرات كان بعد التمرين وكده كان نخرج مع كابتن هاني. شخصيه كل السمات الحلوه فيها بجد يا ايمن، ما فيهوش صفه وحشه بجد، يعني راجل لذيذ وحبوب ويحب يتكلم، بيحب فرقته ويحب اللعيبه. ودايما كان يجمعنا، مش لعيبه النادي الاهلي بس، يعني كل لعيبه المنتخب بالنسبه لهم كابتن هاني ده كان حاجه كبيره جدا. واللي كان مساعد كابتن هاني ان هو اسمه كان كبير قوي زي ما قال كابتن شريف اتفضل، ان هو كان لعيب كره هايل ولعب منتخب افريقيا وكان كابتن النادي الاهلي ومرت الايام واشتغل مدير كوره، كنت معانا وكابتن شريف كان معانا. لكن انا كانت تجربتي معاه كانت اطول شويه، لان انا قعدت فتره كبيره قوي مع كابتن هاني. بجد كنت كل يوم بشوف فيه حاجه كويسه، عمر ما كان اساء في حاجه، ودايما كان بيخاف على كل حاجه بيعملها ايمن، يعني يخاف حتى على الفاظ والخارجه، يعني بيحب بينقل الالفاظ، يعني عمره ما غلط في حد، عمره ما اتكلم كلمه خارجه. كان شيك جدا في نفسه، بيحب شيك قوي، يعني فاهم اللي احنا كنا، كان شيك اللي هو ما بيسيبش حاجه. أيوة اللي هو كان كل كابتن هاني تحس ان هو كان ماشي وفي مرايه دايما معاه، بيحب يشوف نفسه كل وقت في كل لبس في كل شكل في كل حاجه. راجل جميل جدا وحبوب جدا، كل سنه وهو طيب، وربنا يا رب يتم شفاءه ويعني ونسمع عنه كل خير. كل سنه طبعا كابتن هاني، وبجد شخصيه جميله جدا جدا، من الشخصيات اللي هتفضل معاك، في شخصيات كده هتفضل عايشه معاك حتى ما اتعاملتش معاها كتير، لكن بس على السمع. يعني يمكن اكتر اثنين اتعاملنا معاك كابتن شريف وانا، اكيد بلال، اكيد عادل، يعرفهم مين كابتن هاني مصطفى، لكن هو شخصيه جميله، عمرك ما سمعت عنه حاجه وحشه. كل سنه حضرتك طيب يا كابتن هاني. كابتن عادل، كان ليك جولات مع الكابتن هاني، ويمكن لو نفتكر كاس الامم الافريقيه كان الكابتن هاني مسؤول، وانت كان كنت لعيب في نفس، وكانت مهمه صعبه المسؤول. اولا انا كباتن اتكلموا مع الكابتن هاني وادوا حقه تماما، يعني انا مش هتكلم اكتر من كده، لسه اقول لك ان هو انسان كراكي جدا، دي حقيقه. شخصيه مهذبه وقوي وجدع وكل الصفات الجيده فيه. اولا يمكن الكباتن اتكلموا عليه كلاعب كوره، كان لاعب كوره كبير وكان مدرب كبير برضه، يمكن خدنا معاه التجربه اللي هي كاس الامم الافريقيه سنه 90، اللي منتخب مصر لما وصل كاس العالم راح بالفرقه الثانيه للمنتخب، ويمكن كنا مع كابتن هاني، وكان رحمه الله عليه كابتن ثابت معانا كلاعب، كان كابتن احمد ماهر كمان كان في نفس الوقت. لا بتكلم عليه في الجيل بتاعه، في الجيل بتاعه. لا يعني شخصيه جميله جدا، ويمكن كان لي علاقة كمان معاه خاصة بالنسبة لي أنا، يعني أنا كنت بعد ما رجعت كتير قوي، يمكن هو من أول الناس اللي قالوا لي أنت رايح المنتخب الأول، هترجع من الجزائر هتروح على المنتخب الأول، وكان في كمان صدفة يعني حاجة عملها لي، علشان أنا كنت رايح المعسكر على طول فروحني البيت أصلا، وهو بعد ما وصلنا المطار. وكابتن هاني شخصية جميلة، ورب يتمم شفاعه على خير، لانه الناس الكبار بتوع النادي الاهلي نجومنا الكبار دول قدوتنا كلنا. صحيح. يعني بجد، يعني يمكن الكابتن هاني وكل الناس الكبار اتعلمنا منهم كل حاجه كويسه. صحيح. النادي الاهلي مدرسه بتعلم الاجيال القديمه، هي اللي بتسلم للي بعدين للي بعدين للي بعدين. كابتن هاني مصطفى من الشخصيات المهذبه الراقيه. صحيح. ربنا يشفيه ان شاء الله، والناس المحبه جدا 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 للنادي الاهلي. طبعا الكابتن هاني مصطفى يمكن احنا كنا مرتبطين بيه ارتباط شخصي حتى بره الملعب لفترات كبيره. يمكن النهارده نزل بوست من ابنه شريف، وشريف احنا برضو مرتبطين بيه وعلى علاقه بيه لحد دلوقتي، ولكن البوست دوت هننزله كمان شويه. ما نقدرش يا شريف ننسى الكابتن هاني مصطفى، مش ممكن ابدا ابدا يعدي يوم ميلاده وما نقولوش كل سنه وانت طيب. كابتن هاني مصطفى للكثير اللي ما يعرفوهوش، زي ما قال الكابتن علاء والكابتن شريف والكابتن عادل، رمز من رموز النادي الاهلي العظيمه، رمز من رموز النادي الاهلي المحبه العاشقه اللي كانت بتعمل بتفاني واخلاص للنادي الاهلي.
ما كانش ابدا الكابتن هاني ليه اي طلبات، بالعكس لما كان بيتحط في اي مكان كان بيؤدي، ما كانش صوته مسموع ابدا. هو كان حبيب اللعيبه، هو كان حبيب كل الناس، حبيب الجماهير. كابتن هاني على فكره مثل مصر في افريقيا هو والكابتن علي ابو جريشه، والكابتن هاني كان كابتن منتخب افريقيا. كابتن هاني خد افضل ظهير ايسر في افريقيا. كابتن هاني للي ما شافهوش ظهير ايسر عالمي، ظهير ايسر من بتوع اليومين دول. كابتن هاني ربنا يتمم شفاك على خير. كابتن هاني انت في قلوبنا مدى الحياه. كابتن بلال يمكن حضرتك ما عاشرش كابتن هاني ولكن اكيد سمعت عنه. طبعا يعني الاجيال الكبيره العظيمه والقدوه اللي لعبت في النادي الاهلي يعني ومسكت مناصب في النادي الاهلي وكان ليها افضال على ناس كثيره جدا اكيد كلنا يعني سمعنا عنها وعرفناها. وكابتن هاني واحد من الناس اللعيبه التقال جدا جدا. انا يعني انا ما اتعاملتش معاه شخصيا الحقيقه، لكن شفته وهو بيلعب، يعني شفت له ماتشات وهو بيلعب، يعني لعيب بامكانيات وقدرات كبيره جدا. الكباتن اتكلموا على اداء واسلوب، وهو مدير فني وهو راجل مسؤول اداري، حاجه محترمه جدا. وطبيعي جدا ان النادي الاهلي لما بتتكلم على مسؤول فيه او مدرب فيه بتتكلم عن كادر كبير، كادر محترم عنده اسس، من متربي على اسس، عنده اخلاقيات عاليه جدا، عنده حب للنجاح وانكار الذات، عنده حب للنادي الاهلي. هو واحد من الناس الحقيقه المتميزه. انا بقى شفته كتير وهو بيحلل، يعني بغض النظر بقى عن الايه، عن اداء التدريب، لكن اتفرجت عليه فعلا وهو بيحلل. راجل عنده فكر عالي جدا، بيتكلم بواقعيه في كره القدم، بيتكلم تحس ان هو واحد فعلا فاهم يعني ايه كره قدم، يعني حد متميز جدا. دايما الناس اللي بتفهم كويس قوي وهي بتتكلم في الكوره كانوا دايما لعيبه متميزه. حتى لما اتفرجش عليه انت بتعرف ان ده لعيب متميز، لانه بيتكلم في الحاجات المتخصصه او الحاجات الخاصه اللي مش اي ناس بيتكلموا فيها، ان العامه ما بيتكلموش فيها. صح. انا عايز ابقى برضه انوه ان الكابتن هاني كان مسك فتره من فترات مدير فني منتخب مصر، ومسك فتره من فترات مساعد مدير فني للكابتن فؤاد صدقي رحمه الله عليه. الله يرحمه. الله يرحمه. ف انت بتتكلم على واحد طبعا امكانيات وقدرات يعني عقليه كبيره جدا، ربنا يشفيه ويعافيه ويعافيه عني يا رب. وكل سنه هو طيب، وان شاء الله يقوم بسلامه الله تعالى ويردوا لاهله باذن الله بسلامه. في حاجه كابتن ايمن عايز اقول لك عليها، وكمان خدم العرب كلهم، يعني كان سفير مفوض في جامعه الدول العربيه، وكان من الناس اللي هي كانت طول الوقت من الناس اللي طول الوقت كانوا بيخدموا الرياضه في الرياضه العربيه دي حقيقه. صحيح. كابتن شريف مش عاجبك كلامه ولا ايه؟ لا لا، اصل انت عمال تعمل كده ومش فاهم. هو معلومه صحيحه 100%، بس انت عشان انت قلتها يعني في الاول. لا، ما هو بياكد عليه عادي. لا عادي. طيب، كتر خيره يعني. النهارده كمان يا كابتن شريف عيد ميلاد 2 من نجوم النادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن وليد صلاح الدين، والاثنين حبايبنا كلهم، والاثنين لعبوا مع بعض. والاثنين نجوم. صحيح. وملتزمين، وما شاء الله، واحد مدير كوره والتاني برضو مدير كوره ومحلل. ما شاء الله. فكل سنه وهم بالف خير وصحه وسعاده، ودايما كده في احسن الاماكن، ودايما كده بيخدموا اسم النادي الاهلي العظيم في كل مجال يعني. صحيح. كابتن عادل حابب تقول حاجه للكابتن سيد والكابتن وليد؟ كل سنه وهم طيبين. وكابتن سيد يمكن من المديرين الكوره الناجحين جدا، والكابتن وليد صلاح من افضل اللاعبين اللي شفتهم ولعبنا معاهم، يمكن طلع وهو صغير علينا. لا بس لعيب من اللعيبه الافزاز في مصر، يعني يمكن من الفراوده ونص الملعب اللي ما كنتش تعرف هو راح فين بالكوره. صح. يعني لعيب كبير يعني. بس هو طيب. احنا جايبين له صوره حلوه قوي وهو صغير. لا بلاش دلوقتي، جسمه كان مثالي كمان. مش هو صغير دلوقتي، فرق شويه. لا يعني هو مش صغير، هو صغير قوي هنا. صغير جدا. جميل وليد، شخصيه لعيب موهوب. علاء جميل طبعا، كل سنه وانتم طيبين. ويمكن وليد لعب فتره معانا زي ما كان بيتكلم عادل. يعني سيبكم من حياتهم في الملعب وكده، لكن هم اثنين شخصيات جميله في النادي الاهلي. عارف لما تيجي تتكلم على لعيبه كده، وليد طبعا شخصيه جميله جدا جدا في الكوره، طبعا امير الموهوبين وليد دايما كان مميز في الكوره، حاجه لوحده خالص كده. سيد نفس الكلام، بس يمكن سيد الاصابه هي اللي عطلته كتير.
سيد مره قابلني بيقول لي بص انا خدتك انت مثل اعلى بس صحيح. ما كنتش عايز اخد منك الاصابه يعني فاهمني يعني. قال لي انت مثل الاعلى في كل حاجه بس اتكلم عنك كويس جدا هو لا سيد حبيبي لا شخصيه جميله سيد وناجح جدا ومحترم جدا وراجل دايما عنده هدف ان هو بيحب النادي الاهلي قوي وعايز يخدم النادي الاهلي قوي صحيح. لكن بلال تقريبا اتكلم في حاجه ان دايما الناس اللي هي اسامي كبيره في النادي الاهلي الاسم ما بيجيش من فراغ خالص استحاله حد يتكلم على كابتن هاني مصطفى ناس ما تسمعش عنه لكن هم جالهم دلوقتي فكره او جالهم شويه معلومات مين كابتن هاني مصطفى لكن هم اكيد شافوا سيد عبد الحفيظ شافوا وليد فعارفين مين دول بس هم شافوهم في الملعب انما بره الملعب هم شخصيات جميله جدا ناس محترمه جدا بيحبوا النادي قوي عارفين قيمه النادي الاهلي قوي قوي اتنين لعيبه كبار جدا 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 تاريخهم معروف في النادي الاهلي كل سنه وانتم طيبين ودايما في خير وسعاده يا رب كابتن احمد بلال كلمه للكابتن سيد عبد الحفيظ سيد سيد اولا سيد اخ وصديق سيد انا يعني كنا قاعدين مع بعض في 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 بيت واحد يعني في سنه 96 تمام كنا قاعدين في مصر الجديده كان النادي عارف زمان كان بيجيب بيوت للعيبه المغتربين فكان سيد معايا شخصيه جميله جدا ومهذبه جدا وسيد من الناس اللي حافظ تاريخ كويس قوي يعني تقعد معاه يقول لك بص سنه 78 هو مثلا او 76 حافظ افلام افلام كابتن شات والله ممكن يقول لك سيد لا سيد لا فظيع ومين كان لابس باروكه في فيلم ايه ومين كان قايم بدور الست في دور ايه جدا والله يا كابتن لا سيد ذاكرته جامده جدا ما شاء الله عنده ذاكره ما شاء الله جيده جدا 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 وعنده شخصيه جيده والناس بتحبه هو محبوب وكان لعيب كويس هايل طبعا سيد ممكن ما يكونش كمل كتير فما خدش حظ كبير قوي في 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 اللعب لكنه كان لعيب موهوب بشكل غير طبيعي يعني كان من افضل الناس اللي جت في حته الرايت وينج دي كان لعيب هايل وعليه كروس رائع جدا جدا وبيسجل اهداف بيكمل كمان او لحد لعيب قوي جدا كل سنه وهو طيب ووليد صلاح الدين طبعا انا لعبت معاه فتره من الفترات واحد من الناس الموهوبه جدا 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 وليد برده شخصيه مهذبه جدا 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 ولعيب متواضع تواضع كاخلاق يعني مش في اللعب يعني في لعيبه بتبقى متواضعه في اللعب في الامكانيات لكن ده امكانيات عاليه وشخصيه متواضعه جدا كل سنه وهو طيب واي حد من الناس اللي بتتكلم عن دول كابتن امين زي ما قلنا واتفقنا لما بتتكلم على نجم بزغ في النادي الاهلي فدايما بتربط جنبه الاخلاق والاحترام والالتزام والادب يعني فاهم قصدي؟ فكل سنه ودي عاده نجوم النادي الاهلي يا كابتن طبيعي بص مش هتبقى نجم في النادي الاهلي مش ملعب بس بص يا كابتن مش هتبقى نجم في النادي الاهلي الا اذا كنت عندك صفات النادي الاهلي صح بره وجوه بره طبعا ده طبيعي مزبوط. يعني مش هتكمل والناس تحبك وتبقى نجم وتفضل معلق مع الناس الا اذا كنت عندك الصفات اللي بيتميز بيها باقي لعيبه النادي الاهلي مزبوط. تمام او النادي الاهلي بيغرزها فيك وانت من وانت صغير الالتزام والادب والاخلاق والتواضع وهي دي سمات وصفات النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي مظبوط كابتن شريف نتكلم عن بدايه الموسم بقى طبعا حضرتك تابعت اليومين اللي فاتوا بدايه مباراه الدوري عن مصر واضح من البدايه ان المنافسه السنه دي هتكون شرسه طبعا مما لا شك فيه ان كل واحد بيتعلم من السنوات السابقه وعنده خبرات انه الفرق اللي هي كانت بتصارع على الهبوط ان ما يكونش في الموقف ده وعندك ثلاث فرق دخلوا بشكل جديد علينا شرير الدخان كاركو فيوتشر واضح ان ادارتهم كمان الاداره كلها في كل فرقه حاطه بادجت وحاطه شكل ان هم بتبقى زياره خاطفه يعني مظبوط شكل الجماهير اللي هترجع للتدعيم للبطوله نفسها دي نقطه مهمه جدا هتدي احساس تاني خالص للاعبين في الملعب بدل ما كنا بنسمع صوت بعض هنبتدي نسمع صوت وتدعيمات للعيبه والفرحه بالهدف فرحه بالكره اللي بتروح ودي حاجه كويسه جدا ان شاء الله تزيد كمان يعني بإذن من 1000 ل 2000 ل 3 ل 5 واعتقد كمان يا كابتن شريف بعد الغاء قانون الطوارئ دوت ممكن كمان الجماهير تزيد في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله ما هي الا انك انت تبقى واخد التطعيم ومعاك الشهاده بكده وتمشي على البوليسي بتاعه تذكرتي وتشتغل داخل تتفرج داخل تستمتع كده اكنك داخل فيلم داخل تتفرج على فيلم ف ايه يا بلال بتقول ايه بعدين يا كابتن في حاجه في الماتش كمل لسه معاك في حاجه بالتذكره في حاجه مش هيضرب حاجه بالتذكره يا كابتن فلازم تعمل خلاص انا قلت لك اهو تعمل الاي دي بتاعتك كمان كده
يعني خلاص يعني انا نفسي لو عايز تذكره دلوقتي هخش معايا الاي دي مغادره فريق النادي الاهلي لملعب المباراه وقدامنا على الشاشه كل الجديه والتركيز وان شاء الله بالتوفيق باذن الله تحقيق المكسب النهارده ان شاء الله باذن الله بالتوفيق. عايزين بس ان يعني صوتنا يبقى مع صوت الجماهير ومع بلال بيناوي وكل اللي قاعدين بيناويوا على التذكره غاليه شويه في ظل الالف واحد ماشي هنعديها ايوه كويس انما لما الدنيا هتزيد بقى والكلام من ده لا لازم بقى نعمل ونراعي ان في ناس ال100 جنيه تبقى كتير عليهم قوي. ال100 جنيه صعبه اليومين دول لان احنا بنعمل بنيه تحتيه وبنعمل اساسيات للحكايه كلها انها ترجع بمستوى اصل 100 جنيه يا كابتن انت كل انت كل انت مباراة. انت ممكن تلعب 6 7 ماتشات في الاسبوع في الشهر وانا بس هو عموما الفترات الاولانيه دي كلها توقفات يعني ثلاث ماتشات وطوف ثلاث ماتشات وطوف عندك توقفات كتير يعني في التوقف ممكن... ده تحوش للفتره اللي بعدها بس هو ممكن يعملوا حاجه ثانيه يعني مثلا كان زمان في التذاكر الموسميه كانت بتبقى مخفضه وتقدر تخش بيها كل مباريات فريقك صح اقول لك على حاجه على العموم كل تجربه بيبقى لها ايه بدايات يعني مزبوط. فاكيد لو حسوا بالحكايه بتاعت وناس كتير نادت على فكره في السوشيال ميديا وناس كتير في الاستوديوهات يطالبوا بالاقل دايما للناس لانها عايزين الناس ترجع بقى وتبقى الحكايه وننسى بقى اي حاجه كانت موجوده فبالتوفيق النهارده باذن الله للبدايات وخاصه النادي الاهلي ان شاء الله النهارده بيلعب ديربي كبير قوي مع نادي الاسماعيلي فرق زي ما انا قلت لك الاول يعني بنقول للكابتن طلعت يوسف الف يعني الحمد لله على يعني نقول له يا رب تطلع منها وتعدي على خير وتبقى حاجه بسيطه كده وترجع بسلامه ونشوفك في الملاعب ترجع لقياده الدرويش برضه بنحبك ومن المدربين المحترمين جدا صحيح. فكل اللي بنطلبه النهارده برضو نفس الشكل ونفس الكلام اللي احنا بنقوله ده يبقى النهارده بنشوفه في 90 دقيقه باذن الله رب العالمين. كابتن علاء تابعت برضو بدايه الموسم وبدايه ساخنه كابتن شريف اتكلم عن موضوع برضو يعني الواحد لازم يتكلم فيه شويه إيه الادارات او ادارات الانديه صرفت متعودين دايما ان بعض الادارات مش كل الادارات بعض الادارات بتستعجل النتائج وبنلاقي من بدايه مثلا الاسبوع الرابع الاسبوع الخامس تلاقي تبتدي حركه تغيير المدربين لا دي على طول في كل المواسم بغض النظر عن الموسم ده فعلا دي بغض النظر كنت صارف بغض النظر عن الموضوع صارف او من غير صارف بعض الادارات ما بتستناش خصوصا اللي هي الفرق اللي بتبقى لسه صاعده وكده بتقلق ان هي مش عايزه تنزل لكن ده المواسم اللي فاتت الموسم ده مختلف في كل حاجه يمكن احنا الاستوديو اللي فات كابتن شريف ما كانش موجود اتكلمنا شويه عن الدوري وعن بدايات وعلى القوة الشرائية بتاعت الأندية خصوصا اللي هي صعدت للدوري الممتاز وقلنا انت على قد ما هتعمل فريق وعلى قد ما هتصرف فلوس على قد ما انت بتفكر في ايه مركزك عايز يبقى ايه والهدف ايه الموسم ده في بعض الأندية هدفها انا عايز السنة دي هصرف بس عايز ابقى موجود صح. في منطقة يعني ايه كويسة وهبدأ الموسم القادم ابدأ اشوف حاجة تانية ده تقريبا يا ايمن 90% من الشكل اللي انا شفت انا اتفرجت على كل الماتشات في اليومين دول كله تقريبا كلها في حاجه ملفته قوي في غزاره اهداف حلوه قوي كميه اهداف كتير جدا من الاسبوع الاول من الاسبوع الاول ودي حاجه كويسه توريك ان كله بيلعب على ثلاث نقاط كله مش عايز يفضل زي على اخر خطوات وابدا الحقني لا هم مش عايزين كده يعني مثلا بغض النظر ترتيبهم كان سموحه والاتحاد 4-4 مباراه يعني تم اهداف المباراه كتير جدا سيبك بقى اخطاء مش اخطاء الكلام ده مش هتكلم فيه انا بتكلم على الشكل 3-0 طلاع الجيش كانت بالنسبه لي مفاجاه صحيح ان يتغلب 3-0 طلاع الجيش هو بطل السوبر وكان مخلص موسم ممتاز لكن بدايته في الدوري 3-0 اعتقد مع البنك الاهلي مع البنك الاهلي كان يعني هي اتعكست ايمن فريق اخذ السوبر تمام وفريق كان بيصارع لاخر مباراتين هو اللي كسب 3-0 صحيح واضح ان تدعيمات البنك الاهلي قويه السنه دي ومش عايز يوصل البنك الاهلي اللي فارق معاه ايمن عايز افكرك يا كابتن علاء بالمنظر اللي احنا شايفينه على الشاشه ده فكر ماتشات الاسماعيلي والاهلي لما تكون رايح الملعب كلك جديه وتركيز وتصميم وحاسس بص بتبقى حاسس انك هتلعب ماتش كويس دي حقيقه يعني كلنا كنا بنبقى حاسين ان احنا هنبدع في المباريات دي مباراه الاسماعيلي ليها طابع خاص من زمان قوي كابتن شريف طبعا لعب كتير قوي مع الاسماعيلي كلنا لكن من زمان وهم كده من زمان مباراه الاسماعيلي ليها طابع خاص جدا معروف الاسماعيلي دايما معروف الاسماعيلي بكورته الحلوه بلعبته الكويسه بتبقى رايح انت مستني
بص يا ايمن، لعيبه الكوره عامه خصوصا في النادي الاهلي بيحب الماتشات دي. صح. اللي هي ماتشات عايز يكسبك وانت عايز تكسبه، والماتشات مفتوحه يعني. أيه. زمالك اسماعيلي الماتشات دي انت عايز تلعبها يعني. اكيد بلال وجاب اجوال كتير قوي في الاسماعيلي. نفس الكلام عن مع عادل، وعادل لعب معانا كمان. مباراه الاسماعيلي ليها طابع خاص كده، مباراه المصري لما كان فيها جمهور ليها طابع خاص. مزبوط. فالمباريات دي بتبقى التركيز بتاعك عالي قوي، زائد النهارده انت بدايه دوري يعني. نادرا لما الاهلي لعب الاسماعيلي في بدايه دوري. أيه. فبدايه دوري بتبقى انت عندك كمان حوافز زياده. أيه. انت عايز تبدا الدوري، البطوله المحببه ليك، انت خسرتها الموسم السابق بغض النظر عن اللي حصل، لكن انت عايز تقول انا اول ثلاث نقاط عايزهم النهارده، انا بطل البطوله دي، البطوله دي بتاعتي انا. فكل يا ايمن حاجه انت عايز توصل ليها لازم بدايتك تبقى قويه جدا. صحيح. جدا. صح. يعني بدايه الدوري انت اتكلمت فيها قلت بدايه قويه، فعلا هي بدايه قويه جدا بالاهداف، باستعداد الفرق، بالتركيز اللي موجود مع الادارات. يعني اللي انا متاكد منه ان الثلاث فرق اللي صعدوا الموسم ده ممنوع تفكير ان الهبوط تاني، لان طبعا. في فرق صرفه كتير جدا، بس واضح ان هم صرف تمام. صحيح. هيبقى كويس، خصوصا لسه ما اقدرش احكم على مستوى بعض الفرق في بدايه الدوري. احنا لسه في زي ما بيقولوا كده حمى البدايه. في فرق بالنسبه لها ما فيش مشكله، انا هادي ان انا متعود على كده. في فرق بتاخد وقت، حتى اللعيب نفسه يعني، في لعيب بيفرق يعني مثلا كابتن شريف يخش في المباراه وتقطع على طول، ممكن انا باخد شويه وقت. فاهمني؟ لا، وفي حاجه كمان بمناسبه شويه الوقت اللي حضرتك بتتكلم عليهم، احيانا او زي ما شفنا في فرق جايبه فرق. بالظبط. يعني في فرق جايبه 20 عادل، عادل السود فتح سبعه يعني، وكان بلال كمان يعني جايب فرق يعني. برضه بيبقى في وقت عشان حته التاقلم، حته التاقلم بس. هو حته التاقلم بس، هو مش عايز ياخد وقت في التاقلم واخسر نقاط. هو يهمه اكسب نقاط. أيوة. وحته التاقلم تيجي، الادارات مش هتستحمل. ما هي مش هتستحمل، وده الهدف بتاعي. أيوة. الهدف ان انا جايب لعيبه كتير قوي، انا عندي قوه شرائيه. التاقلم يجي بس في نفس الخط ما افقدش نقاط. حلو. عشان وقت ما يجي التاقلم كويس قوي يبقى انا وصلت للمرحله ان انا الهدف اللي انا عايزه. صحيح. طيب الكابتن علاء، كابتن عادل وكابتن شريف اتكلموا على حاجه في حته الجزء بتاع اللعيبه دي كويس. كان ليا سؤال، ولكن خليني قبل ما نروح للسؤال دوت عايز اسالك على رؤيتك لبدايه الدوري المصري كمنظومه. ايوه. من جميع الوجوه. تمام. يعني تنظيم ملاعب. تمام. تصوير، تحكيم. كابتن انت جبت يعني من الاخر، المنظومه عشان تبقى كويسه ويرجع الدوري المصري من افضل دوريات المنطقه العربيه ويرجع لعادته القديمه، لازم كل العناصر فيه تبقى جيده كويس. يمكن احنا شفنا عندنا ملاعب بقت هايله، عندنا الناحيه التنظيميه هايله، عندنا تصوير هايل، خلاص بدأنا ندخل مرحلة جديدة. الموسم اللي فات يعني احنا بنتكلم على كانت أقل حاجة في المنظومة في الدوري كان التحكيم. أيوه. ويمكن من أكتر الفرق اللي اتظلمت، مش احنا عشان قاعدين في استوديو النادي الأهلي، كان النادي الأهلي على الأقل، على الأقل بالظبط يعني 16 ل 18 بونت النادي الاهلي خسروا من الفار، خلي بالك. صحيح. السنه اللي فاتت. احنا السنه دي متاملين خير في كابتن عصام عبد الفتاح، لانه راجل مدرب كويس ومدرب وحكم هايل، ولكن لازم يخلي باله من حته الفار شويه. ليه يا كابتن ايمن؟ لانه اكتر حاجه تعطل الدوري بتاعك التحكيم. صحيح. الحاجه الثانيه المهمه، كتير من ماتشات السنه اللي فاتت في البدايات خسرت منها بنقط كانت من التحكيم والفار. انت بتتكلم عن عنصر مهم من عناصر نجاح المنظومه. طب انا هسالك سؤال، يعني انت سيبك من الفرقه اللي هي بتنافس على الدوري. ايوه. طب انت ممكن بتحكيم غلط مزبوط تودي فرقه صرف ملايين كتير مزبوط ومستقبل لاعبين مهمين مزبوط وممكن اللاعبين ينزلوا درجه تانية ويبقى القيمه التسويقيه بتاعتهم تقل من حته التحكيم. الحاجه الثانيه المهمه، احنا شفنا مثلا في بدايه الدوري فرقه زي انبي مثلا، انبي بادئ كويس وشغال كويس وعمال يجاهد كويس،
فانت انا مش هتكلم على القرار اللي حصل في المباراه كان بنالتي ومش بنالتي، يمكن انت نويت عليها في البدايه، لكن اللي انا عايز اقوله لك اللعيبه نفسها بتحس باحباط طبعا، لعيبه انبي جوه الملعب بينفذوا مظبوط، المدير الفني اللي شغال بقاله فتره اعداد وشغال كتير قوي وبعدين يتظلم في حته تحكيميه، فالموضوع ده لازم الكابتن عصام يخلي باله منه قوي، ولازم السنه دي يطلع باقل الاخطاء، يمكن لعبه كره القدم فيها اخطاء. وخلي بالك يمكن انت بتتكلم على مثلا ماتش اللي حصل امبارح، انا برضو انت اتكلمت على الكابتن حلمي طولان، انا كمدير فني ليا سيستم معين هلعب بيه الشوط الاولاني طبعا، الشوط الاولاني تقريبا يكاد يكون انتهى تمام كويس، والحكم زود وحسب حاجه خياليه تمام كويس، اثرت على الشوط الثاني وتفكير الكابتن حلمي بالنسبه للشوط الثاني اكيد يا كابتن، ما هو ده اللي انا بقول لك عليه. الحاجه الثانيه المهمه اللي عايز اقولها لك يا كابتن ايمن ودي مهمه جدا، انا ما يهمنيش ان الحكم في الوقت الحالي ممكن يحسب حاجه غلط، انا اللي يهمني لما الفار يرجع ويحسبها نفس الغلط، انت فاهم يا كابتن ايمن دي مهمه جدا. أي. يعني الـ 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 لما يكون الحكم عشان الحكم بيشوفها بجزء من استاذنك يا كابتن بعد اذنك نقول لتشكيل النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. هيبقى تشكيل النادي الاهلي النهارده علي لطفي لحراسة المرمى، ناحيه اليمين اكرم توفيق، ناحيه الشمال علي معلول، والاثنين اللي في القلب بدر بنون وايمن اشرف، وثلاثي في خط الوسط اليو ديانج حمدي فتحي وعمرو السوليه، قدامهم ثلاثي في الهجوم او ثلاثي الوسط المتقدم والهجوم محمد مجدي قفشه وبيرسي تاو ولويس ميكسوني. نقوله مره ثانيه، علي لطفي اكرم توفيق علي معلول ظاهرين، ايمن اشرف بدر بنون وبدر بنون قلبي دفاع، وثلاثي وسط عمرو السوليه حمدي فتحي اليو ديانج، وثلاثي المقدمه محمد مجدي قفشه بيرسي تاو ولويس ميكسوني. اتفضل كابتن. اكمل بس الحته دي مهمه يا كابتن قوي، انت الحكم بيحكم اللعبه في اجزاء من الثانيه مظبوط، وفي الملعب ممكن يعني نظره يقل، ممكن اللعبه مش شايفها، ممكن يكون وقفته غلط. احنا عاملين الفار ليه بقى؟ الفار اتعمل، فانت اللي بتحس لما الفار يديك الخطا خطا تاني، هي دي المشكله الكبيره. فاحنا بس بنقول ايه، اتمنى اتمنى علشان المنظومة تكتمل وجمال المنظومة يكتمل، أتمنى إن الحكام يدوا لكل واحد حقه وما يخافوش من صحيح. لون الفلينة صحيح. دي مهمة قوي. كابتن بلال عايز أسألك قبل ما نروح ناخد تقرير المباراة على حاجة معينة أنا شفتها الموسم اللي فات. دلوقتي بنتكلم على أندية صرفت وبتصرف مصاريف كتير، احيانا بعض الانديه دي بيشوف ان هي مثلا جايبه لعيبه محترفه من الخارج، هل من الممكن ان انت تبقى جايب لعيب ودافع فيه فلوس، لعيب محترف من الخارج ومكلفك فلوس كتير وجايبه علشان يقعد احتياطي او بديل؟ ده كلام دي كنا بنشوفها وما زلنا يعني مش كنا هل ده ما زلنا واه ان طبعا اكيد طبعا. طب انا بصرف ليك طب هل مفيش بديل مصري؟ بص يا كابتن، بص يا كابتن، القصه دي احنا اتكلمنا فيها، جينا نفتحها المره اللي فاتت، زعلت مننا وقلت انتوا بتفتحوا الموضوع ده ليه؟ لا احنا لا انا بتكلم دلوقتي على صح يا لحظه يا كابتن، كابتن صح يا كابتن علاء، انا بتكلم على فتحت الموضوع ده بعد وانت جيت قلت لي كابتن بلال انا اتفضل يا كابتن، انا بتكلم على نوعيه ثانيه، لعيب محترف دافع فيه فلوس جايبه هنا عشان جايبه هنا ليه؟ مين اللي دفع؟ عشان يلعب. طب مين اللي دفع؟ النادي. مين اللي اشترى؟ مين اللي جاب؟ مين اللي اختار؟ المفروض النادي. طيب انت قلت ما تغلطنيش، المفروض النادي. لا كمل رد على السؤال. من المسؤول يا كابتن عن الشراء والبيع؟ مين المسؤول يا كابتن؟ مين اللي بيحدد الصفقات؟ مين اللي بيقول المطالب؟ انا النهارده جاي، انا النهارده كاداره نادي أي. انت اشتريت ده بناء على ايه؟ هل بناء على ان في واحد عندك او في لجنه عندك او في حد النهارده مثلا مدير رياضي عندك بيفهم في الكوره؟ يعني جبت الكابتن علاء مايهوب قلت له يا كابتن علاء انا عايزك تختار لي مثلا 8 10 لعيبه محترفين فيهم مثلا 5 محترفين وتجيب لي 5 6 محليين دول يكملوا مع الفرقه بتاعتي، ولا قمت جايب الايجنت لصاحبك حبيبك أيوة. قلت له تعالى لا بقى بص شوف لي استنى بس ثانيه يا كابتن بس ثانيه بس ثانيه عشان انا جايب حته مهمه جدا بس هكمل لك عليه جايب حته مهمه ام داخل لك على اليوتيوب سنه 2015 قال لك ايه رايك في ده جاي من البرازيل تمام
فانت رايح تشتري واحد جاي من البرازيل، انت لا شفته ولا عرفته هو بيعمل ايه ولا اي حاجه. انت اللعيبه اللي بتيجي من افريقيا أي. انت شفتها ليها فيديوهات. انت تقدر تجيب لعيب جاي من افريقيا دلوقتي الا اذا كان لعب في الدوري في بطوله دوري الابطال، انت كنادي اهلك بتقدر تعمل كده. لكن بقيه الانديه ممكن يبقى جاي من الازهر عادي، ما عندوش مانع. طالب اه والله العظيم، والله العظيم طالب. انا بحب عارف أنا عارف عارف, عارف كابتن احمد، مش في شركات دلوقتي التحليل الفني وتحليل اللعيبه بتجيب شرايط، بتجيب فيديوهات، بتجيب سيديهات، بتفرج. ولكن هل المدير كابتن الفني كابتن حضرتك دور؟ انت سالت سؤال مهم جدا. الانديه بتصرف بالظبط. هو انا النهارده ينفع اجيب لعيب بتفرج عليه في الفيديو؟ لا، ده كلام. عشان تشتري لعيب وتدفع فيه ارقام لازم تروح تتفرج عليه بعينيك، لازم تبعت حد يتفرج عليه ماتش واثنين وثلاثه واربعه. ثانيه، واحد بيفهم او واحد بيفهم كويس او واحد بيفهم طيب تمام. المدير الفني حلو، واحد بيفهم دي عشان بس ايه يحط تحتها المدير الفني 18 خط. المدير الفني طلب الطلبات دي، طلب مين؟ المدير الفني اوقات يا كابتن، ما هي المشكله في عارف ايه المشكله؟ ان المدير كابتن مشكله ان بعض المدير المديرين الفنيين، ما انا اقول لك كابتن بس المشكله ان بعض المديرين الفنيين بيبقى متعاقد مع بعض الايجنتس. ايوه برافو عليك. والايجنت نفسه بيتعاقد مع النادي. فالمدير الفني يقول اديني لعيب، يقول له اهو ده ب 10 قروش ده. ولو ما عجبكش نغيره من غير ما اشوف، ولو ما عجبكش نغيره يا ريت. بيقول له يعجبك ولا ما بيعجبش. لا، ده الايجنت بيجيب المدرب اللي هيجيب له اللاعبين، بمعنى متعاقد معاهم. بمعنى بقول هو كابتن، بس انا بفسرها واحده يعني واحده عشان ايه يعني تبقى واضحه للجميع. علشان تبقى واضحه كابتن بلال، دي مهمه جدا. انه معظم المدربين في الوقت الحالي ما بيختاروش اللاعبين. ليه؟ علشان لو اختار الراجل الايجنت مش هيجيبه. ليه؟ ولا انا بحاسبه على لان 80% من مدربي الانديه في مصر اللي بيشغلهم مش الانديه، اللي بيشغلهم الايجنت الوكيل. كابتن الوكيل بيجيب ناس. كابتن عادل، في بعض الوكلاء ماسكين انديه في الوقت الحالي. انا عارف، كل واحد ليهم كتب في النادي. بعض الوكلاء ماسكين انديه في الوقت الحالي، يعني بيديروا منظومه الانديه. بمبدا ايه؟ هي كيمياء؟ ما هي الكوره الحاجه الوحيده اللي في مصر اللي مش كيمياء كره القدم. دي الحاجه الوحيده اللي مش كيمياء. يعني اي حد يقدر يتدخل فيها، اي حد يقدر يبدي رايه فيها. الفني على فكره، مش بتكلم على الراي الاداري طبعا. الاراء الاداريه دي مكفوله لاي حد يعني بيفهم او ما بيفهمش، تمام؟ انما الاراء الفنيه للاسف الشديد في الكوره في مصر بالذات، اي حد بيقول رايه الفني مظبوط، واي حد بيقول رايه الفني بناء على رؤيته هو الشخصيه، مش بناء على تقييم حي فعلي ممكن انت تقيمه. لا، يعني انا شايف ان كابتن عادل مثلا او كابتن شريف ده سوبر ستار، قد يجوز ان هو مش كده، تاخد بالك؟ بس دي رؤيه الفنيه. انا حصل، يعني انا بتكلم على قدامي، حصل قدامي في بعض المواقف المدير الفني بيتكلم على لعيب ورئيس النادي بيتكلم على لعيب تاني، يقول لك لا ده لا سيبك من فكك من المدير، انا اللي هجيب، انا اللي هدفع. في مصحتي انا اللي هدفع. دي برضو عامله ازمه كبيره جدا في صناعه كره القدم في مصر. تاخد بالك؟ يعني صناع القرار في كره القدم في مصر، يعني المفترض ان هم يكون يستعينوا بناس عندهم خبرات. امال ايه الفرق بين مثلا كابتن في النادي الاهلي او كابتن وصل لمرحله في الفرقه انه يكون كابتن الفريق من خبرات كبيره جدا وعدد لعب ماتشات كتير قوي وسنين قضاها في النادي، لواحد لسه بيبتدي حياته في كره القدم، او واحد لسه مثلا في الناشئين ما كملش؟ ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ده عنده خبرات كتير قوي 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 قوي. يعني حتى احنا بنقول ايه؟ اللعيب ده لسه ده نضج او لسه ما نضجش، فاهم قصدي؟ ده يعني خلاص اكتمل نضجه 27 28 سنه، لعب 6-7 مواسم او 8 مواسم، فخلاص بقى عنده كل الحاجات اللي يقدر يأديها في الملعب. واحد تاني لسه بيبتدي مش عارف بيقف فين، بيقف امتى، بيتحرك امتى، امتى يوزع مجهوده، امتى في الحته دي يشتغل، الماتشات الصعبه والمهمه ازاي يركز فيها، الماتشات القليله ازاي ياخدها بالراحه. يعني في حاجات كتيره مختلفه. لكن تيجي تتكلم مع مثلا رئيس نادي او 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 يقول لك لا انا بتعامل مع الوكيل الفلاني من خلاله، عارف؟ من خلاله دي، فتبقى انت يعني خلاص انت يعني انا ليا طلبات، الوكيل بيعرض وانا بدفع بس خلاص. انت اتكلمت على تغيير المدربين؟ طيب عايز تعرف تغيير المدربين هيبقوا امتى؟ في الشتويه. لا، في الانتقالات. لا، قبل الانتقالات الشتويه بشهر. طب خلاص انا عارف انت عايز تقول ايه. طيب تعالوا نروح مع بعض لزمايلنا الاعزاء فاروق صلاح ومحمد توفيق ملعب براء، ونشوف اخر استعدادات واخر تجهيزات بالنسبه لفرقتين نادي الاهلي ونادي الاسماعيلي. اتفضل يا فاروق.
كل التحية ليك يا كابتن أيمن وكل الشكر لضيوفك الكرام كباتن مصر الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أحمد بلال وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من داخل الاستاد برج العرب آخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي في انطلاق بطولة الدوري وإن شاء الله حملة النادي الأهلي في استعادة اللقب اللي فقده الموسم الماضي زي ما قلنا ويعني مستر بيتسو موسيماني كان أعلن تشكيل النادي الأهلي زي ما حضرتك وكباتننا استعرضت التشكيل لكن نقدر نقول في نقطة فنية شوية يا كابتن أيمن هل إن مستر بيتسو موسيماني هيلعب بطريقة 3-4-3 ولا 4-4-2 أقدر أقول لك إن هو بنسبة كبيرة جدا هتبقى اللي يعني أيمن أشرف وبدر بنون وحمدي فتحي كثلاثة مساكين هيبقى قدامهم أربعة علي معلول وأكرم توفيق سلية ديانج قدامهم ثلاثة بيرسيتا وميكسوني وأفشا يعني طريقة اللعبة هتبقى 3-4-3 ومن الممكن تتحول ل 4-4-2 ده الشغل الفني اللي بمستر بيتسو موسيماني يعني اشتغل عليه مع اللاعبين خلال الفترة الماضية والنهاردة طريقة في تشكيل جديد وبطريقه جديده بيجرب هذا في هذا اللقاء. عايز اقول لك برده من النقاط المهمه جدا ان كان في عطل في جهاز الفار تم العمل سريعا على انجاز على معذره تم العمل سريعا على انجاز هذا العطل وتم الانتهاء منه والكابتن محمد عادل وطاقم التحكيم بنفسه شيك على تقنيه الفار اللي اصبحت جاهزه لاستضافه اللقاء. اقدر اقول لك ان ملعب الجيش ببرج العرب النهارده بيتزين ان شاء الله لاستقبال هذا اللقاء. حاله الملعب وحاله الجو ان شاء الله تبشر ان احنا نشوف مباراه كبيره ما بين الاهلي والاسماعيلي. طبعا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. طبعا موجود على مقاعد بدلاء النادي الاهلي في هذا اللقاء مصطفى شوبير وياسر ابراهيم محمود عبد المنعم كهربا حسام حسن محمد شريف حسين الشحات محمد هاني و احمد عبد القادر وعمار حمدي. خرج من قائمه الاهلي لهذا اللقاء اللاعب حمزه علاء. كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن ايمن لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوي وضيوفي الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح ومن فاروق نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق ونعرف اخر اخبار النادي الاسماعيلي. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن تحياتي لحضرتك وكل النجوم اللي في الاستوديو ضيوفك الكرام وتحيه وكل سنه وحضراتكم طيبين وكل جماهير الكره المصريه وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص طيبه موسم جديد ونسخه جديده من الدوري المصري الممتاز ويعني خير بدايه النهارده مباراه النادي الاهلي ومباراه الاسماعيلي واحد من كلاسيكيات الكره المصريه والمباريات الكبيره اللي عشاق الكره في مصر كلهم بيستنوها اعتقد ان دي هتبقى ان شاء الله خير بدايه واستعاده النادي الاهلي للقبه المفضل ان شاء الله هو الدوري العام يعني زي ما زميلنا فاروق صلاح اتكلم عن استعداد النادي الاهلي خلينا اتكلم حضرتك عن استعداد النادي الاسماعيلي يمكن ده اول ظهور رسمي للنادي الاسماعيلي خلال هذا الموسم يمكن طبعا يعني تولى القياده الفنيه النادي الاسماعيلي في بدايه فتره الاعداد كابتن طلعت يوسف لكن بيغيب طبعا على المباراه النهارده نظرا لاصابته بفيروس كورونا يمكن هيقود الفريق فنيا كابتن محمد ابراهيم المدرب العام وكابتن محمد حمص المدرب المساعد يمكن النادي الاسماعيلي وصل للاسكندريه منذ يومين بالتحديد في عصر يوم الاثنين الماضي يمكن الفريق قدم رنين هنا في مدينه الاسكندريه بفندق الاقامه طبعا جم فضلوا ان هم يجوا بدري قبل المباراه ويخوضوا التدريب هنا داخل مدينه الاسكندريه يمكن كابتن محمد ابراهيم بقى المدرب العام اللي بيتولى القياده الفنيه للنادي الاسماعيلي النهارده فضل ان هو يلعب بطريقه التامين الدفاعي اللي من خلال متابعتنا لتدريب النادي الاسماعيلي في الفتره الاخيره بيعتمد عليها ان هم بيلعبوا كابتن ايمن 10 لعيبه تحت الكوره على التامين الدفاعي واللعب على الاجناب والهجمات المرتده يمكن ده ابرز ملامح الاسلوب اللي كان بيتبعه الفتره اللي فاتت يمكن كمان فضل النهارده الجهاز الفني هو يلعب ب 4-3-3 مع التامين الدفاعي نظرا طبعا لاهميه المباراه امام النادي الاهلي وان الفريق عامل حسابه بشكل كبير. خليني كمان اكلمك يمكن النادي الاسماعيلي خد مجموعه من المباريات الوديه خلال معسكره اللي اقامه قبل اسبوعين هنا في الاسكندريه واستكمل سلسله المباريات الوديه في مدينه الاسماعيليه يمكن اخر كانت تجربه كانت ما بين تقسيمه بشكل كبير بين اللاعبين فريقين كاملين الجهاز الفني تابع من خلالها واعد التشكيل الاساسي اللي استعرضته حضراتكم النهارده للمباراه. عايز اقول لحضرتك ان اهم ملحوظه النهارده هو عوده الاجهزه عوده الجماهير مره اخرى لمباريات الاهلي والاسماعيلي ومباريات الدوري بشكل عام يمكن جماهير النادي الاهلي بتزين استاد برج العرب هنا في مدينه الاسكندريه كمان في حضور لجماهير النادي الاسماعيلي ولكن اقل نسبيا من جماهير النادي الاهلي كمان يعني يمكن من الملاحظات المهمه كابتن ايمن استاد برج العرب استضاف مباراه الاهلي والاسماعيلي من قبل 6 مرات يمكن النادي الاهلي تفوق في 4 مباريات وحقق فيهم الفوز وكان التعادل في مباراتين ان شاء الله تستمر هذه الاحصائيه وان النادي الاسماعيلي لا يفوز ابدا في استاد برج العرب امام النادي الاهلي ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وتحقيق نتيجه ايجابيه تكون ضربه بدايه قويه ان شاء الله في مستهل موسم كروي جديد وان شاء الله تكون اول خطوه نحو اللقب الثالث والاربعين واستعاده بطوله الدوري. كابتن ايمن دي كانت كل اجواءنا هنا داخل استاد برج العرب الكلمه حضرتك وضيفك الكرام.
شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. وزي ما شفتوا حضراتكم الفرقتين يعني جاهزين، يمكن الكابتن بس طلعت يوسف بيغيب النهارده، وزي ما قلنا نتمنى له الشفاء العاجل والعوده مره اخرى لقياده الدراويش. معانا بالمناسبه تشكيل النادي الاسماعيلي النهارده، هيبقى احمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى، ناحيه اليمين كظهير ايمن احمد عيد، ناحيه الشمال عبد الله جمعه، ده غير عبد الله جمعه طبعا بتاع الزمالك، واثنين قلبي دفاع مروان صحراوي وباهر المحمدي، اثنين وسط دفاعي عماد حمدي ومحمد مخلوف، ورباعي المقدمه محمد الشامي ومحمد عادل على الاطراف، في وسطهم شكري نجيب، وقدام كراس حربه وحيد جاستن شونجا، وده مهاجم مميز كان بيلعب في اورلاندو بايرز واعتقد ان مستر موسيماني يعرفه. البدلاء محمد فوزي، محمد هاشم، عصام صبحي، محمد صادق، احمد مدبولي، احمد مصطفى، محمد دسوقي، محمود دونجا، وشيلونجو. بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي طبعا زي ما احنا شايفين النهارده مستر موسيماني بيلعب 4-3-3. نجيب فرقه النادي الاهلي معانا على الشاشه. زي ما قلنا في التشكيل علي لطفي، علي معلول واكرم توفيق ظهرين، ايمن اشرف، بدر بنون، وثلاثي في وسط الملعب عمرو السوليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، وثلاثي المقدمه قفشه، لويس ميكسوني وبيرسي تاو. والنهارده مستر بيتسو موسيماني بيبدا اساسي بلويس ميكسوني وبيرسي تاو، ومغير في طريقه اللعب. تشكيل اهو قدامنا طبعا تشكيل النادي الاهلي على الشاشه. ادي رباعي خط الظهر وثلاثي وسط الملعب عمرو السوليه وحمدي فتحي واليو ديانج، وثلاثي المقدمه لويس ميكسوني بيرسي تاو، ووسطهم قفشه. يبقى نادي الاهلي النهارده بيلعب بطريقه 4-3-3 عكس نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي بيلعب النهارده 4-2-3-1، ده على الورق، انما هل ده اللي هنشوفه في الملعب؟ هنتكلم مع نجومنا الكبار على التشكيل وطرق اللعب. رجعنا لحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، لو بصينا لتشكيل النادي الاهلي النهارده هنلاقي تغيير في مراكز بعض اللاعبين، او تغيير في اللاعبين، وكمان تغيير في طريقه اللعب. عندنا علي لطفي، علي معلول، اكرم توفيق، ايمن اشرف، بدر بنون، عمرو السوليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، بيلعب بثلاثي في وسط الملعب، وقدامهم لويس ميكسوني، قفشه، بيرسي تاو. لويس ميكسوني بادئ، بيرسي تاو بادئ على حساب كهربا ومحمد شريف. جميل يا كابتن ايمن. بص انا من فتره كده كنت بنادي بان المدير الفني لازم يحط ال مهمين التاكتكس اللي بيلعب بيهم على امكانيات اللعيبه اللي هي متاحه بالنسبه له او اللي بيختارها. يعني طريقه 4-2-3-1 دي هي مش قران، يعني مش هتفضل اسلوب بنلعب بيه، وممكن نوعيه اللعيبه اللي عندي انا لعيبه اتاكينج اسرع من ان هي تبتدي متاخره من نص الملعب، تبتدي من الاطراف، بتستنى المساعدات من الاطراف عشان يبقى لنا شكل هجومي. فانا مبسوط جدا ان هو بيفكر او على الورق يعني زي ما انا شايف كده 4-3-3 او 4-4-2 على حسب هو بيفكر ازاي، في بيرسي تاو ولويس ميكسيوني هيلعبوا ازاي، وقفشه هيبقى وجوده فين ويتحرك ازاي. ده لازم انا اشوفه عملي واتفرج عليه عشان احدد شكل احنا بنلعب بأني طريقه، خاصه ان انت عندك لعيبه بره. مش هتكلم من هتكلم عند احمد عبد القادر وعمار حمدي وكهربا ومحمد شريف وحسام حسن، دي دول ما شاء الله يعني فاهم قصدي ايه؟ يعني يقدروا تلعب بيهم باي شكل، تلعب بيهم باي تاكتكس. لو ما لعبتش باي تاكتكس هم لعيبه عندهم زي خبرات ينزلوا يعملوا كل الاحتياجات بعد ما اتفرجوا 45 دقيقه او اتفرجوا نص ساعه او اتفرجوا، فدي يعني شكل تاني يخليك في الجيم بشكل تاني خالص يعني، او بنفس الاسلوب اللي انت بتفكر فيه. فما شاء الله النهارده انت عندك اللي بيفكر فيه مدير فني. المدير الفني، ما هو المدير الفني انه بيحط لويس ميكسيوني وبيرسي تاو، يعني بيقول للناس انتم مشتاقين وعايزين تعرفوا الصفقات دي ايه، فانا النهارده بديها لكم. وشايف الهارموني بتاع الاثنين دول مع قفشه والستاره اللي عاملها بين عمرو سوليه وديانج وحمدي فتحي، توفر للاثنين الجداد دول ان هم يقدروا يعملوا ارتياحيه وتحرر، ولو عندهم كره كويسه وكمان هنتفرج ونشوف. فده هيبقى عندك في اول 45 دقيقه
الاحساس اللي انا جالي دلوقتي على الورق اللي انا بتمنى لهم التوفيق. فاكر احمد عبد القادر لما لعب احمد عبد القادر لما جه وقلنا بنتمنى له نفس الغيره او نفس بيرستاو في نفس الوضع وفي نفس الشكل بنتمنى له ان هو يكون عنده كوره. انا فاكر في الاول انت دوست عليه شويه وبعدين في الاخر قلت نتمنى له التوفيق. مش عايز اظلمه. ايوه انا عارف طبعا. وكان ماتش مش سهل يعني كانت بدايات ويعني وما كانش في لعيبه غايبه كتير يعني انت بتحطه في موقف كان احمد عبد القادر لازم النهارده انت تشيلني انك انت تجيب لعيب لسه جاي وكان واضح ان هو في سموعه هايل وعامل شكله كويس ومش بس انت بتقول تعالى في المنظومه عندي كسر الدنيا. فده انا كنت خايف عليه منه ان انا بحاسبه اللي بيلعب في الاهلي كان ماتش ام بي في الكاس اللي بيلعب في الاهلي حساب تاني خالص شكل تاني خالص صحيح. جماهير تانيه خالص السوشيال ميديا تالته خالص صحافه تتكلم عنك يا بترفعك في اول ثانيه كده يا بتقول لا لسه بدري زي ما بنقول اللعيبه لازم تخش صحيح. بالنسبه لشكل اللعب وشكل الاداء في المباراه ضد النادي الاسماعيلي فريق كبير جدا عنده جميع الامكانيات عارفين لعيبته كويس قوي من عماد حمدي وشكري نجيب محمد الشامي الراجل جاستن شونجا ده لسه احنا لا لعيب كويس هنتعرف عليه في الملعب تحركاته شكلها ايه كويس. عنده ماهر محمدي واحمد عيد نعرفه طبعا احمد عادل عبد المنعم ده ابننا مروان الصحراوي معروف عبد الله جمعه هو اللي هيبقى اول شكل احنا بنتعرف عليه في وسط الفرقه دي كلها. فانا من الشكل اللي انا شايفه في الفرقتين كده بشوف ان ال 45 دقيقه الاولانيه هي اللي هتحدد لي الشكل اللي الاجهزه الفنيه كلها بتطمع فيه. مظبوط. طيب كابتن علاء لو بصينا لتشكيل النادي الاهلي ونحلله كده في بداية من وسط الملعب الدفاعي والجزء الأمامي. احنا شايفين ان مفيش راس حربة بالمعنى الصريح. يعني ممكن يكون واحد من الاثنين دول لويس ميكسوني او بيرسي تاو هو اللي يدخل مكان راس الحربة او انت بتلعب براس حربة وهمي. كويس؟ هو معتمد على لويس ميكسوني وبيرسي تاو واحد منهم او الاثنين ان هم هيخشوا جوه ال 18 وبيعتمد على انطلاقات علي معلول واكرم توفيق. دي نقطة. النقطة الثانية التبرير ان انت ما بتلعبش براس حربة صريح وعلى الدكة في محمد شريف وحسام حسن. طيب هو الشكل العام كده؟ لا خالص هو الشكل العام كده. انت مش هتلعب بأطراف النهاردة. مش هلعب بأطراف. لأني بيرسي تاو ومكسوني اساسا لما اتفرجنا عليه مش ملتزم بالخط خالص. هو الراجل بيلعب حر براحته بيتحرك كويس قوي. فانت دي هو مش ملتزم بالخط حتى لو التشكيل نفسه او البدايه نفسها كده هو مش ملتزم بالخط. هو الراجل كل لعبه هيبقى للداخل اكتر. بيرسي تاو نفس بيرسي تاو برده مش راس حربه اللي هو تسعه. هو مش تسعه كويس. هو معتمد على ان حته اللامركزيه اللي قدام هم الثلاثه كويس محمد مجدي وبيرسي تاو ومكسوني ماشي. هما الثلاثة هيبقى عندهم حرية الحركة لكن مش هتلاقي محمد مجدي راس حرب. لا استحالة. دي الحاجة الوحيدة اللي أنت هتأكد منها. بس هيكمل. هيكمل. الماتش اللي فات كمل في كورتين جاب منهم جول في مركز جوه ال 18 جوه السيتي. هو على فكرة هي طريقة محمد مجدي كده. التلت الأخير ده مجدي بيكمل فيه كويس جدا تحت راس الحربة أو راس حربة تاني. كويس. دي بيعملها أوتوماتيك وجاب منها أهداف كتير قوي ودي خطورة محمد مجدي. كويس. لكن أنا بقول لك عليه النهاردة مش هتلاقي الاثنين دول ملتزمين بالاطراف. هتلاقي النهارده يا اما علي معلول يا اما اكرم توفيق ما كانش فيه المسانده. دايما كنا بنلاعب ظهير ايسر وايمن وفي قدامه واحد ومحمد مجدي وتسعه موجود. تسعه مش موجود. هو معتمد على ان راس حربه وهمي شويه يلعب بيها النهارده لكن مش هيسيب راس حربه مع الاثنين المساكين بتوع الاسماعيلي. هو يعتمد على حته الثلاثه بيتحركوا تحرك ما فيش مركزيه في التحرك. لكن انت فضل. لما تلعب براس حرب وهمي او مفيش راس حرب صريح كويس الاثنين اللي حضرتك تكلمني عليهم اللي هو الاسم لويس ميكسوني وبيرسي تاو هل عندهم حتى مقاومات راس الحربه؟ لا خصوصا ميكسوني ما عندوش المقاومات خالص خالص مش راس حرب يعني تسعه دي ليها مقاومات ثانيه خالص يعني مثلا بلال كان رقم تسعه براس حرب واضح انت كنت بتلعبها واضح لكن ميكسوني اللي احنا شفناه وطريقه لعبه حتى تكوينه الجسماني مش راس حرب خالص ما عندوش دي مش موجوده عنده. لكن هو اللي هتلاقيه الاقرب بيرسي تاو هو اللي هتلاقيه اقرب شويه راس حرب دايما افضليه تبقى ليه هو لكن مش هيبقى ثابت. انا قصدي اقول لك يا ايمن
ان حته ان يبقى في راس حربه ثابت تسعه دي مش هتشوفها النهارده في النادي الاهلي. هو سايبها مكان للي يوصل اللي يتحرك في المكان ده او المساحه دي. ممكن تبقى وجهه نظر تحترم كويس قوي، انه مش عايز حد دايما يتمسك. لكن هو السؤال، هو ضربوا عليها؟ هل الطريقه دي اللعيبه اتضربت عليها في الفتره القليله دي؟ بس دي مش سهله عشان تلعب من غير راس حربه، دي حاجه مش سهله تماما، لانها عايزه حركه من الثلاثه في نص الملعب والثلاثه اللي قدام. اتفضل. والاطراف ما الاطراف دي، ما انا بقول لك الاطراف النهارده لازم تشتغل، هيبقى عندهم مساحه كبيره قوي عشان يوصل. المساحه دي كبيره جدا وغالبا مش هتلاقي فيها حد، الا لو بعض الاوقات ودي هتشوفها ممكن تلاقي محمد مجدي فيها الطرف اليمين، ممكن هتلاقي محمد مجدي بيروح شويه ناحيه اليمين اكتر او ناحيه الشمال، هو مديله حريه حركه، اتحرك زي ما انت عايز في الجزء الاخير ده. هي طريقه مش سهله عشان بس فعلا كلمتني على الموضوع ان الطريقه دي كمان محتاجه وقت للتدريب، ولكن يبدو ان مستر موسيماني عنده ثقه في لويس ميكسوني وبيرسي تاو، عارف ان هم ممكن يطبقوا الطريقه دي كويس. الثقه حاجه، انما انا اطبقها حاجه ثانيه. ما انا عندي ثقه في كل الناس، بس هل انا شفتها؟ مع كل طريقه جديده ليها ايجابيات وسلبيات. وانا باخد الايجابيات الكتير والسلبيات بحاول بسرعه اخلصها. هل انا شفت الطريقه دي؟ الطريقه دي مش سهله خالص. الوحيد بيقدر يعني بيلعبها ويمكن في اوروبا وفي العالم كله بيلعبها مانشستر سيتي. سيتي. من غير راس حربه، ان هو عنده السته بقى، السته اللي في اللي قدام. اي حد بيروح بيلعب فيها راس حربه، هو معتمد على دي، هو معتمد ان هو الثلاثه اللي قدام بيتحركوا في الحته الفاضيه او في المساحه الفاضيه، مع لازم يبقى في تكمله لازم لديانج وعمرو السوليه، وهتسيب حمدي فتحي في نص الملعب. اللي هينجح الطريقه دي مش الثلاثه اللي قدام، اللي هينجح الطريقه دي عمرو السوليه وديانج، عشان هم اللي هيكملوا، وممكن تلاقي ديانج ناحيه اليمين، ممكن هو سايب حريه حركه للخمسه اللي قدام باستثناء حمدي فتحي. ماشي. هو تفكيره كده، من الجايز ينجح ويبقى الاسماعيلي مش عارف مين راس حربه، ممكن تعمل خلخله. ومن الجايز يبقى فيها صعوبه، عايز ايه؟ لا معاك كمل. صعوبه انك تنفذ، ولكن الطريقه دي برضو عشان تنجح محتاجه علي معلول واكرم توفيق يشتغلوا كتير. لازم، ده مش محتاجه، ده اساسها بقى. اساس الطريقه دي ان علي معلول واكرم يتقدموا، بس لازم يبقى التوقيت صح. التوقيت يبقى مظبوط جدا. واللي هيساعد ده كله انت امتلاكك للكوره. ما انا مش هينفع علي معلول بيكمل او اكرم وانت مش ممتلك الكوره. انت الطريقه دي عايز دايما الكوره معاك انت. أيه. معاك انت ومن رجل لرجل لحد ما تشوف المساحه دي مين اللي موجود فيها. أيه. لكن مش هينفع فيها لعب طويل، ما ينفعش. وهتقول لي هلعب لعب طويل النهارده، ولا مش حد خالص اساسا. يعني زي ما كان كابتن شريف بيتكلم، اللي هو اللي الراجل بيلمس ده للتاني مش موجود. فالنهارده الطريقه دي يا ايمن بالاشخاص انا شايفها دي عايزه شكل تاني، وعايزه تفكير تاني، وعايزه طريقه لعب تانيه. اول حاجه في الطريقه دي لازم استحواذك التام للكوره، خصوصا في الثلث الاخير. يبقى انت متحكم في الريتم في الاداء، ما تعملش غلطات، لان الغلط ايه يا شريف؟ بيرسي تاو ده مش كان بيلعب شمال وبيدخل لغايه جوه؟ بيضم الجول. بيضم هنا محطوط هيبتدي يمين ولا ايه؟ انا مش عارف. هو يعني هو ده هو الاقرب، لانه يعني هو لما جاب فينا الجول هو اقرب بيلعب شمال. انا بقول لك هو اقرب يعني، بس هي مش هو يعني هو الاقرب، بس مش راس حرب. مش راس حرب بس هو الاقرب انه يبقى في النص. ما هو مفيش غيري من النص. ما انا بقول لك هو اقرب واحد يبقى راس حرب يا كابتن شريف هو بيرسي تاو. الاطراف بدل فيها اشرف زي ما انت قلت، ممكن افشا يروح يمين شويه، هيروح ويمين اكتر كمان. ميكسوني اكتر يمين، مين ميكسوني بيحب يدخل العصبة بتاع الشمال دي. عارف ليفربول استحضرني دلوقتي كيتا، لما بينزل فيرمينو تحت وتلاقي كيتا بقى هو المكان اللي انت كنت بتتكلم فيه انت وعلاء، ما هو اللي على قفشة لا هيعوض الحته هو دي. هو مش قفشة، هو مش مين اللي هينزل لتحت ومين هيعوض الموضوع الوقت. الموضوع النهارده مش محمد مجدي، موضوع النهارده مين اللي هيكمل ازاي؟ مين اللي هيكمل؟ لما بقول لك يا كابتن شريف ايه اللي هينجح دي قوي، لازم حد باثنين نص الملعب، سوليا وديانج، هم دول اللي هيخلوا شكل الطريقه دي كويس. كابتن عادل، عايز اخد رايك في تشكيل النادي الاهلي، واعتقد واحنا بنتكلم قبل الاستوديو انت كان عندك تصور ان يعني مستر موسيماني هيبتدي براس حربه صريح النهارده. اعتقد انك فوجئت بالتشكيل ده. يعني خليني ابعد عن الاسماء بتاعت النهارده، ولكن اقول لك الطريقه ايوه المفترض ليها مقاوماتها وصفات لعبيها. ماشي. بمعنى
يعني لما بتلعب بثلاثه دندرات لازم الباك رايت والباك ليفت زي ما انت قلتوا لازم يبقوا قدام بيلعبوا اطراف بيعملوها اطراف، فيمكن هو عملها اطراف علشان التغطيه بتاعه السوليه. الحاجه الثانيه المهمه في ايمن اشرف وبدري بنون دول ما هيحكموا برضه الطريق. لحظه واحده يا زهر، انت بتقول على التغطيه بتاعه السوليه كويس قوي، وهيبقى في تغطيه من الناحيه الثانيه لحمدي فتحي. يعني معنى كلامك ان اليو ديانج هيكمل؟ اكيد طبعا، والسوليه هيكمل، بس انا خليني اجي لك من تحت الاول يا كابتن. اتفضل. انا جاي لك من عند علي معلول. ماشي. علي معلول مين اكتر واحد بيقف مكانه بيلعب مكانه؟ مش عمرو السوليه اللي هيلعب طرف عنده. ده مين؟ ده بيبقى ايمن اشرف في يميل، وبينزل حمدي فتحي بين مع بدري، بنون. ده واحد. ماشي. الناحيه الثانيه بدري بنون بيميل على اكرم، وبينزل حمدي فتحي سيرد باك تاني مكان بدري بنون، وبيبقى واقف ايمن اشرف. دي من الناحيه اللي ورا، علشان لازم يبقوا طرفين. نادي الاهلي لو النهارده علي معرول واكرم توفيق طايرين على طول ما طاروش، انت هتتخنق بلغه الكوره. مش تنجح الطريقه. ليه؟ لانك انت ما عندكش اطراف. دي واحد. اتنين، خلينا نتكلم على السوليه وديانج. يمكن السوليه تكملته ما بيكملش على الجون، وديانج ما بيكملش على الجون، ولكن بيبقوا مساندين للكره الثانيه بتاعه النادي الاهلي. كويس. مين اللي المفترض النهارده يبقى فيه الحته بتاعت لازم يبقى في الراس حربه؟ لما علي معلول هيطلع لازم الثلاثه بيبقوا روس حربه. لا قصدك متواجدين جوه 18. طبعا بيبقوا روس حربه، لانك انت في الوقت ده الحته بتاعت تحضير نادي الاسماعيلي المشكله فيها. ايوه. ليه؟ مين في تحضير نادي الاسماعيلي؟ لو نادي الاسماعيلي حضر من ورا هيتعبك. ليه هيتعبك؟ لان عندك الثلاثه هيبقوا ضامين. ممكن يجي زياده عليك من الطرف اليمين والطرف الشمال بتاع نادي الاسماعيلي. ولكن اللي هيقابل مين؟ مش هيقابل عمرو السوليه، ولا هيقابل حمدي فتحي او ولا ديانج. اللي هيقابل علي معلول هنا لو الطرف اليمين طالع، واللي هيقابل هنا اكرم توفيق. انا بكلمك على سيستم اللعب 4-3-3، وبالاخص انك حاطط ثلاثه ديفندرات وليس فيهم واحد مواجه. يعني انا اقول لك حاجه، يعني انا ممكن بالثلاثه ده كنت لاعب مجدي قفشه فيهم. ايوه. بمعنى ان مجدي قفشه ممكن يكمل لي، انت فاهم، لكن لما اجي الاعب انا مجدي قفشه في حته الراس حربه. بص يا كابتن عادل، دي يمكن وانت بتتكلم على طريقه اللعب واسلوب اللعب، ده ماتش الاهلي والاسماعيلي السنه اللي فاتت. اللي فات انت هنا يا كابتن ايمن، اهم ما في الموضوع مش طريقه اللعب قد تنفيذ اللاعبين. يعني انت ممكن تحط طريقه لعب وتلاقي اللعيبه اصلا بيعملوا حاجات هي خطوط عريضه وهم بيشتغلوا بيبتكروا. المهم انك انت تتواجد فين. يعني عاوز اقول لك حاجه، الثلاثه اللي في الحته الاماميه تقدر تقول لي ان في حد هيبقى ثابت فيهم؟ لا. هيبقى اللامركزيه في الحته دي، ولكن بشرط لما تكون في طرف يمين يا كابتن ايمن وطرف شمال هو اللي رايح علشان يعمل كروس، الاثنين لازم يبقوا روس حربه ومكملين. ده مش لوحدهم كمان، ده لازم واحد من ديانج والسولية. انت لو ما عملتش كده هتبقى عندك قله عدديه هجوميه. فالمهم في الكره الثانيه، هتاخدها في وسط الملعب، ولكن مش هتاخدها قدام ال 18 عند الاسماعيلي. دي مهمه جدا. وهتاخدها قدام ال 18 بتاع الاهلي، لكن مش هتاخدها قدام ال 18 بتاع الاسماعيلي. ليه؟ اللعبه الثالثه والثانيه علشان تشتغل فيها يا كابتن ايمن لازم واحد في الاثنين اللي هو الاثنين المهاجمين اللي انت احيانا ممكن تلعب باثنين تحت وواحد في قدامهم علشان علي معلول واكرم توفيق. هي طريقه من وجهه نظري جيده، ولكن تنفيذها صعب. تنفيذها هيبقى فيه اجهاد كتير لعلي معلول واكرم توفيق وقرايه. لو نادي الاسماعيلي قرا كويس ممكن يتعبك في الاطراف. كابتن بلال، كابتن عادل اتكلم على الشق الهجومي، ولكن ممكن قدام يبقى الكثافه العدديه قليله. انت بتهاجم، ولكن لو بصينا انت
زي ما كابتن علاء بيقول لو ليه وليه يا كابتن؟ هقول لك لو علي معلول اتقدم واكرم توفيق اتقدم فهيعملوا له عرضيات. تتكلم على تواجد جوه ال 18. تواجد جوه ال 18 انت عايز اثنين ثلاثه لعيبه وكمان حد مكمل. منكمل من نص الملعب، فانت عايز تواجد هجومي مكثف في الحته دي، على الاقل محتاج اربع لعيبه. يبقى انت بتتكلم على لويس ميكسون لازم يكون جوه، قفشه يكون جوه، بيرسي تاو يكون جوه، وحد مكمل من ثلاثي الوسط الدفاعي. ما كانش الاثنين. ما كانش الاثنين، وخلي بالك ده بيدي كمان عبء بدني زايد عن الحد على ثلاثي وسط الدفاع. شوف هي الطريقه بس المختلف فيها من وجهه نظر هي توظيف اللعيبه وامكانياته في الملعب. كويس. توظيف اللعيبه وامكانياته في الملعب، انت بتتكلم في اثنين، هم اثنين لعيبه في الملعب او اثنين بوزيشنز هنا في الحته دي. رقم 9 ورقم 10، رقم 9 انت ما عندكش فروت صريح، تمام؟ رقم 10 انت مجدي قفشه اعتقد هيلعب هيبقى يا رايت وينج يا ليفت وينج يعني، خد بالك؟ وده اختلاف طريقه اللعب يعني، تمام؟ لكن هي طريقه مش من بدري يا كابتن، يعني مجدي مش هيروح من بدري يمين او شمال. بص على حسب توظيفه برضه يا كابتن علاء، يعني انت برضه على حسب انت توظيف. احنا دايما احنا متفقين، معلش احنا متفقين دايما ان محمد مجدي لما بيروح على طرف من بدري بيفقد حاجات كتيره جدا. طبعا هو بيفقد محمد مجدي، هو بيفقد محمد مجدي، بيفقد خطورته، خد بالك؟ لان هو مميز في حته الثرو باسز، دي انت بتشتغل على الحته دي، ان هو راجل بيكمل فبيعرف يعمل ثرو باس جيد للفرويد اللي قدامي، بيعرف يطلع الرايت باك والليفت باك، بيعرف يلعب الوينج اللي موجود معاه، هو مميز في الحته دي. فانت لما تحطه على طرف من الاطراف انت بتطلب منه مهام مختلفه عن قدراته وامكانياته، فانت بتفقد لعيب او بتفقد امكانيات وقدرات لعيب في الحته دي. لكن هي الطريقه بشكل عام هي الطريقه يعني طريقه جيده. كويس. لكن زي ما اختلفنا والكباتن اتكلموا مين هيلعب فين؟ يعني مين هيبقى في نص ملعب؟ مين هيبقى قدام؟ راس الحربه بتاعك مين؟ راس الحربه ده زي ما قال كابتن علاء هيبقى راس حربه طبيعي كده رقم 9 واقف ال 18. يعني الكباتن اتكلموا على حاجه مهمه جدا وهي ان الباكين بتوعك لازم يتحرروا، يبقوا هم دول اللي بيكملوا في الهجمات او هم دول صناع الهجمات بمعنى اصح عشان تقدر تسجل اهداف يعني. لكن السؤال اللي بيفرض نفسه، طب انت عندك بيرسي تاو لعيب ما عندوش طول قامه، عندك ميكسوني لعيب ما عندوش طول قامه، عندك مجدي قفشه لو يجيد اللعب في الكرات العرضيه، فانت عندك ازمه كبيره جدا. كان اتكلم على حلها كابتن علاء، قال لك ان لازم الاثنين بتوع نص الملعب يبقوا موجودين في ال 18 في اوقات كتيره جدا. الاوقات الكتيره دي هي وقت خروج الاثنين الباكين بتوعك عشان يبقى ليك تواجد جيد، مش تواجد بس. ما انا ممكن يبقى انا خمسه في ال 18 بس خمسه ما عندهمش حلول، لكن لما يكون عندي الاثنين موجودين ديانج مثلا او فتحي والسوليه، او ديانج والسوليه اثنين طوال بيعرفوا يلعبوا دماغهم كويس، اذا انت اصبحت ليك تواجد في ال 18. هي دي النقطه المهمه. الكابتن عادل اتكلم على نقطه ان دي ممكن تحصل في الملعب، ان الطريقه تتقلب في معظم اوقات المباراه طالما انت راكب الماتش. هي اوريدي 3 4 3، ما هي اوريدي هتتقلب، لازم تتقلب. وانت بتهاجم هيبقى 3 4 3، وانت بتدافع زي ما انت شايف كده 4 3 3 او 4 5 1 في بعض الاوقات، او في معظم الاوقات هتبقى 4 5 1. ميكسوني ده بينزل زي لان ميكسوني هينزل ده. هيبقى ناحيه الليفت، هيبقى قريب من الباك، ونفس الموضوع مجدي هينزل هيبقى ناحيه الرايت، فهتبقى 4 5 1. كويس. يبقى معنى كلامك ان احنا مش هنضغط على النادي الاسماعيلي من قدام. شوف بالشكل وبالطريقه دي وامكانيات اللعيبه والقدرات اللي موجوده انت مش هتضغط، انت ممكن تلعب مثلا من ثلثين ملعب. ثلثين ملعب. تلعب من ثلثين ملعب، مش تضغط على لعيبه نادي الاسماعيلي. لان امكانيات وقدرات اللعيبه اللي موجوده عندك في الثلث الهجومي مش امكانيات وقدرات لعيبه بتعرف تعمل عمليه الضغط، ما بتنافسش. انت الحته دي محتاجه سرعه وقوه. تمام؟ سرعه وقوه ومكان. انت اولا المكان النهارده لو مجدي لعب ناحيه اليمين انت افتقدت المكان بتاعه. لو بيرسي تاو لعب كراس حربه، تمام، انت افتقدت ايضا مهام كبيره جدا من مهام راس الحربه. وان كنت ممكن بتعول يعني، ودي برضو ممكن يكون بيفكر فيها المدير الفني، ايه الفرق بين شريف وبيرسي تاو؟ ممكن يقول لك ان الفروق مش كبيره، ده راس حربة وهمي وده راس حربة وهمي، ده لعيب بيعتمد على السرعات وده لعيب بيعتمد على الانطلاقات. ممكن يكون شايف ان شريف يعني اقل يعني الفتره دي مستوى قليل شويه، فبالتالي ممكن يكون هو ده البديل بالنسبه له. لكن انت استبدلت طريقه لعب، ما بستبدلتش بس لعيب بلعيب. يعني انت النهارده لو كنت بتلعب 4 2 3 1 وحطيت بيرسي تاو مكان محمد شريف كنا هنتكلم كلام تقليدي، الكلام العادي. لا، هو شال شريف لعيب مش راس حربه 9 صريح،
ولكن بيجيد التحركات داخل ال 18 ويجيد التحركات القطريه والطوليه بلعيب زيه عنده امكانيات وعنده سرعات وممكن يكون عنده مهاره اعلى شويه من محمد شريف في الحته دي. صحيح. مشكله الاهلي النهارده هتبقى في الاستحواذ، يا كابتن ايمن، مش هتبقى مثلا في ازاي بتهاجم او بتدافع. النهارده الثلاثه اللي موجودين هيبقوا قريبين جدا من بعض، سولي وحمدي فتحي وقالوا ديانج تقريبا نفس التركيبه، وان كان مثلا ديانج الوحيد اللي بيختلف شويه لان هو دايما بيكمل بالكوره، بيجري بالكوره، عنده انطلاقات شويه، بس عنده انطلاقات من غير الفكر الهجومي، هو عنده بينطلق يا كابتن علاء، مش مؤثره بالظبط، انا انطلاقاتي جيده جدا، بضغط بشكل كويس، لكن ما بيقدرش يعمل حته الفيو باس واللي هو بيبقى محتاج سبورت وهو طالع على قدام. لا، عايز مخ يشتغل يا كابتن شريف، يعني عايز واحد عنده ايه لما انطلق، لا اللي بعرف هفنش ازاي نهايه الهجمه تبقى عامله ازاي. ديانج بيعملها من تلقاء نفسه. طبعا طبعا ينقل الملعب. طبعا هو بيعملها من تلقاء نفسه. صح. مش 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 حد قال له او طريقه لعب بلعب عليها، بيلاقي الدنيا فاضيه بيروح. هو بيعملها عشان يسلم واحد في النهايه. بص يا بلال، مش عشان يصنع بس هدف. اقول لك حاجه بس شفتها منكم وانتم بتتكلموا، بس انا عايز اقول لكم على حاجه، ان فرقه الاسماعيلي النهارده مش جايه تدافع، بيبقى عندها مجازفه هجوميه. صح. ما احنا هنتكلم على فرقه الاسماعيلي المره الجايه ان شاء الله، بس هو هي زي ما قال الكباتن، هي طريقه جديده على النادي الاهلي النهارده، تنفيذها يحتاج مجهود وفكر داخل الملعب. لعبت بيها في بعض الاوقات، انت برضو لعبت بالطريقه، انت صن داونز هنا صن داونز هنا لعبت بنفس الطريقه واعتمدت على الكرات الطوليه، ممكن تشتغل بالحته دي، بس في التوقيت ده كان ممكن يكون شريف مالوش دور. سوري، قفشه مالوش دور النهارده. ما هو ده يا كابتن انا عايز اقوله، ان مجدي قفشه ممكن ما كانش يبقى له دور النهارده في الطريقه دي. الا لو انت مثلا في بعض الاوقات هتقوم عامل راس حربه وتحط مجدي من تحتيه ويبتدي هو اللي يشتغل، يبقى هو ايه المايسترو بتاع الفرقه، يبقى بيلعب في البوزيشن بتاعه، وهتفتقد لعيب في الحاله دي زي ما الكباتن قالوا. يبقى لازم الباكين يبقى في نفس، يبقى اثنين وينجرز، ما يبقاش اثنين باكين، ما تلعبش باثنين باكين صراحة. وبتغير الطريقه من بدايه الماتش لثلاثه اربعه ثلاثه عشان يبقوا موجودين دايما في الحته الهجوميه. طيب هنروح لفاصل الاول يا كابتن عادل بعد اذنك، وبعدين نرجع نتكلم على طريقه لعب نادي الاسماعيلي وتشكيل فرقه نادي الاسماعيلي. ارجوكم انتظروا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، النادي الاسماعيلي النهارده بيلعب 4-2-3-1، عنده عبد الله جمعه واحمد عيد، مروان صحراوي، بيرن محمدي في الخلف، احمد عادل عبد المنعم، واثنين في نص الملعب مدافع، عماد حمدي، محمد مخلوف، واربعي مقدمه محمد الشامي، شكري نجيب، محمد عادل، وشونجا قدام. اقوى ما في نادي اسماعيل النهارده الثلاثه اللي بيلعبوا تحت الفيرويد. دول لعيبه كويسه جدا. مظبوط. محمد عادل وشكري نجيب ومحمد شامي بيتحركوا كويس جدا، وعندهم رغبه تهديفيه في اي مباراه، حتى لو لعبوا قدامنا احنا بتزيد عندهم الرغبه التهديفيه. جاستن شونج ده انت بتقول من اورلاندو بايتس، هو الراجل شايفه و مهاجم كويس، مهاجم جيد جدا، يلا تجيب جول. فهو ده راس مال النهارده فريق الاسماعيلي اللي هيلعب بيه، يعني يحاول يكون احمد عيد ده في ناحيه اليمين بيحاول يعمل امدادات، وعماد حمدي ومحمد مخلوف دول ظابطين الايقاع، اللي هم اذا كان بيردوا، اذا كان في كونتر اتاك بيحاولوا يمتصوا الكوره بسرعه ويستخلصوها ويرجعوا يبتدوا هجمه ثانيه. اللي انا عايز اقوله لك بس ان المجازفه الهجوميه اللي هيعملها نادي اسماعيلي النهارده مش محسوبه مع النادي الاهلي النهارده. دايما الفرقه بتلعب النادي الاهلي وبتفتح خطوطها وبتاخد، لو جات لهم فرصه فبيجرأوا ثاني وبيجرأوا ثالث فبيفتحوا خطوطهم. في الحاله دي اسرع فرقه في مصر بتبقى النادي الاهلي، بتترجم الـ 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 الشكل الهجومي المجازف ده عليك بكونتر اتاك سريع جدا. والاسماعيلي هيجازف؟ لا هيلعب العادي. بس الاسماعيلي ممكن يجازف من البدايه؟ لا، انا شايف انه النهارده هيكون عنده بالتشكيل اللي انا شفته ده هيكون عنده شيء من ضرب خطوط النادي الاهلي والوصول من البدايه. ده لازم خلاص، وشكل الدوري ده الفرق كلها بتحاول يكون ليها وجود من الاول. يعني كل الماتشات اللي انا شفتها ما افتكرش ان الاسماعيلي عشان المدرب بتاعه مش موجود على الخط انه مش هيهاجم. لا، هيهاجم وهيحاول يضرب خطوطك دي باي شكل، لان انت النهارده بتلعب في الانون اللي بيتكلموا في المجهول، لويس ميكسيوني وبرتي ساو وقفشه. انا مع زي ما انت قلت، وانا ما اعرفش دول. فانا لازم انا اللي بادر، لازم انا يبقى لي ايقاع في بتاع. وخاصه انت لما بتيجي تلعب مباراه وتحس ان انت صاحب الارض، صاحب الارض بتحس انك، وهيكون عندك جمهور النهارده برضه، فهم مطالبين النهارده بوجود في الملعب. فالحل الوحيد التوازن اللي هم بيلعبوا بيه ده، اللي هو هيعمله هجوم ده على طول. اي نعم، ما معهمش فخر الدين يوسف اللي كان موجود وكان بيديهم محطه هايله، انما
محمد عادل لعيب كويس قوي زي ما انتم اتفقتوا، وشكري نجيب ومحمد الشامي. فالنهارده في فرقه، فرقه عندها عوامل كتير قوي انها تهدد فرقه تانية بتلعب معاها، وبيعرفوا يروحوا على الجول وبيعرفوا يجيبوا جول وبيعرفوا يشوطوا من بره. يعني النهارده مش هتلاقي الحكايه سهله قوي. انا بتمنى للنادي الاهلي النهارده انه يكون جوه الجيم بسرعه، لان اللعيبه دي انا عندي لعيبه كتيره قوي هنا مفيش خبرات الدوري لسه عندي، يعني مكسيونيو وبيرستاو مش رجلهم مش في مش في الدوري بتاعنا، مش مع اللعيبه المصريه، مش دايسين معانا جامد. فان شاء الله ما يستغلش الناس اسماعيل هذه الفرصه ان هو يبقى عنده حريه الانطلاق خاصه من الاول. يعني انا شايف بلال وعلاء كانوا بيقولوا احنا هنلعب تلت ملعب يعني، واعتقد ان دي هيبقى شكل احسن لينا بالنسبه لنا، لان انا حاسس كده ان المباراه في اول هاف تايم مش هتبقى سهله، يعني هتبقى متعادله يعني في الملعب. كابتن علاء، النادي الاسماعيلي النهارده هيلعب بحرص وفي البدايه وتوازن، ولا زي ما قال الكابتن شريف ممكن يهاجمك من البدايه؟ ايه هيلعب بحرص وتوازن، مش عايز يبدا. هو الاسماعيلي النهارده ليه هدف معين في السريع كده، الاسماعيلي مش عايز يخسر عشان بدايه السنه اللي فاتت، هو مش عايز يكررها، هو عايز يبقى البدايه متوازنه. بدايه اخذ نقطه منك النهارده يبقى تمام قوي، اخذ نقطه من اول مباراه في النادي الاهلي في بدايه الدوري كويس قوي، لو كسب لا قدر الله يبقى بالنسبه له بدايه رائعه. لكن هيفتح خطوط من الاول؟ لا، لو فتح خطوط من الاول استحاله يحصل من الاول، لكن مع بدايه مع بدايه اللعب وكده لو لقى المساحات اللي انت ممكن تسيبها له هيتجرى عليك. كابتن عادل سريعا، مشاكل النادي الاسماعيلي دايما بيبقى في المساحه اللي ما بين خط النص وخط الظهر، ازاي استغلها النادي الاهلي النهارده سريعا؟ يعني بقفشه، هو المفروض بقفشه المكان ده اللي احنا قلنا عليه المكان الميت لاي فرقه، اللي قفشه اللي كان بيلعب في ال 4 2 3 1. ولكن الـ 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 الخطوره بقى في نادي الاسماعيلي النهارده، ويمكن انا عاوز اقول بس كلمتين عليهم بسرعه سريعا، على محمد عادل ومحمد شامي وشكري نجيب وشون. اهم واحد في دول مين؟ اللي هو محمد عادل، ده اللي هيبقى اللي في وسط الملعب هيلعب طرف يمين، وهينزل الشامي او شكري نجيب هيلعب طرف شمال، وهيلعبوها 4 4 1 1، لا شكري نجيب لا محمد الشامي هيبقى تحت شونجو. صح. كابتن بلال سريعا باقل من دقيقه، توقعاتك السنه الشوط الاول؟ اقل من دقيقه؟ خلصت كويس قوي. ماشي كويس قوي، مش عايزين نطلع فاصل. لا توقعاتي يعني انا بس هضيف يعني على كلام الكباتن ان الاسماعيلي اللي بيدربه كابتن طلعت يوسف، راجل هو بيحب الاتزان جدا جدا، بيدافع كويس قوي، عنده تنظيم دفاع بشكل جيد، بيعتمد على الكاونتر. خلي بالك مباراه معانا مع الاتحاد وطلع بيها 0-0 بالظبط، وبيعتمد على الكاونتر، مش من المدربين اللي ممكن ينزل يضغط ويفتح الجيم ولا الجيم مفتوح قدام النادي الاهلي، لا هو مدرب متزن جدا بيحب ينظم نفسه دفاعيا وبيشتغل على الكاونتر اتاك، ده ممكن يشتغل بيه النهارده وده المتوقع. النادي الاهلي لابد من بدايه جيده بالنسبه له، البدايه دايما بتفرق في كل الدوريات، لو بدايتك جيده النهارده هتدي حافز ودفعه جيده للماتشات اللي جايه باذن الله. باذن الله رب العالمين، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز في الشوط الاول. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.